أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهاد المذاكرة اللي فيها شوية ديال دابا حنا في واحد المرحلة ديال تحطيم الأصنام، ماشي سهلة. وكل السي رضا نزاه يمشي يسول السياسي العربي راه هو معاه في الرباط، ياك هاد السياسي العربي هذا كنا تواصلنا معاه يلا شحال هادي 4 سنوات ولا 5 سنوات، فهاد التواصل واش كان شي أوديوات؟ ما كانش اوديوات. تواصلنا فاش في حاجه في صحبه الرجل، تواصلنا فاش كان داكشي ديال التنميه الذاتيه، فاش كان عبد الله الشيباني كيدردك وكيحيح وكيقول المنهاج النبوي. ما كناش ما كانت لا اوديوات لا حاجه، كان بدايه. ولكن هادشي كثير معني تمام، معنى كثير، ماشي عام، ماشي عامين، ماشي 3 سنين، ماشي 4، ماشي 10. ولا قلت لك السياسي العربي قال لي فاش قرا الرد ديال السي عبد الكريم، قال لي ماشي، وقال الكلام معقول، ما كانش خصو يدير هكا. هادشي ما كانش فيه معني تماما. معنى هذا، معنى واش حنا دابا غادي نسكتوا؟ الا سكتنا راه خيانه للامانه سيدي عبد السلام. واش نخلو كوما حنا ما معتقدينش داك الشيء؟ واش دابا انتوما شهريت كلام سيدي عبد السلام نازل؟ واش انت نزلتيه؟ وعلى الاقل نزلو. انت دابا ملي كتكلم السي نازه، وانا عجبتيني في الاول، باش عجبني انا شفت الشريفه انا كيفاش تكلمت عليك، ما قدرتك، وهي ماشي شي حاجه سهله. يعني على الاقل عندك واحد كنقول ملي كانت الشريفه انا كتكلم عليك، عندك واحد المصداقيه في قول حقي. لان دابا قليل في داخل الصف خرجوا داكشي، خرجوا على الشريفه هذا ما مزيانش. كيفاش انه بعدوها، وكيفاش ان القياده السلطانيه كيفاش بعدها، لان اكثر صفاء واكثر علما وحنكه وقدره على الحوار وفهم المشروع، ورغم ذلك بعدوها لانك كثير اليوم دجاها. وهذا الشيء الا قريتي الانكسار التاريخي هتعرف علاش كنجيبوه ديما. الانكسار ودي الصحابه وما ادراك ما الصحابه، وتصيدوا بسكوتهم. كيقول سي بسام سكوت، السكوت ديالهم هو اللي يصيدهم. سي بسام اللي قالها ماشي انا اللي قلتها، سي بسام اللي سمى الحرمان ماشي انا، سي بسام اللي سمى ستالين ماشي انا، سي بسام اللي في المنظور ديالك السياسي شوه بعد واحد المتوكل ماشي انا، سي بسام اللي خربقها ماشي انا. استغفر الله، قالها في العلن، في العلن كان يخليها بينه وبينه، مشات تخبى عند واحد المتوكل. انا سي بسام دار داكشي، واش هو ما كيعرفش؟ واش هو احنا واش ماشي المرشد؟ واش ماشي كيعرف هو؟ وان الانبياء والاولياء لهم من علم المحي ما هو خارج القياس، خارج القياس ديال العبادي والسي عبد الكريم. حنا كون جبنا ما كانش الشريط سي بسلام من حقك تقول لي هكا، من حقك وتقول هذه القياده وهي اللي مربيه، ولكن هي راه مخالفه لامر السي عبد السلام. دابا انت مع من كتكلم؟ كتبع امنا عائشه وكتخلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ راه قال لهم سيدنا عمر اتطيعونا ام تطيعونا؟ واش كتبع سيدنا طلع وتخلي سيدنا؟ ما يمكنش. سيدنا علي علاش قاتلهم؟ علاش قاتلهم؟ قال لهم لان ما امرتو، لان من يبيعوه خرب الزمن خصو يخرج بالزمن يسير يقرا اطواع الناس في الناس، راه بالزمن واجب عليه قتال واخا تكون ام المؤمنين. علاش قال سي مسلم اساءتي تقدير فساق قدر سابق الى موطي موطي في دمرت الحكم؟ شنو ما معناها؟ كنقول لك دابا هذا فاهم، سير قرا عند سي مسلم، ماشي انا جايبو من عندي، انا ماشي انا الطبيب. كنقول ديها اللي كيقولوا الراديوات ديال سي مسلم، ها التحاليل، ها الراديو، ها النتيجه. كنقول دي ديك التنميه الذاتيه، ها اللي دار فيها عبد الله الشيباني، قال لي منهاج نبوي، واش داك منهاج نبوي باش نوقفوا هذاك الشيء؟ راه مشينا لقادير وتحركنا بدون ان نديروا، وهذا حياه، هذا واجب علينا، هذه الاخره ديالتنا هذه. ماشي دابا انت اللي ما كيبان لك هكا، انت ما شربتيش. حنا من المسؤوليه اللي هذا الراجل اللي امانه ديال السي عبد السلام علينا، واجب من شكر النعمه ديال ومن اللي مشكور اسامي مشكور لها، هذه الامانه اللي وصلها لنا اللي خصها توصل للاجيال. فليبلغ الشاهد الحاضر، حنا شهدنا، خصنا نبلغوا الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الحاضر الغائب. حنا حضرنا، حنا ولات عندنا مسؤوليه. سي قال لك بلغوا كامل المساله، كل مساله في نفس الشهر اللي قال لك شحال من دعوه بدات بصافيه وتلات باكا، في نفس الشهر في نفس الكلام قال عبد الواحد المتوكل، قال بما انه كاين مشكل، قال ودي كاين مشكل، قال لهم حنا سوينا هذا المشكل. سي ودي مازال ما تسواش. انا ماشي انا ما عندي تعال، انا شوف انا سميني ولا قول لي ولا مخربق ولا مشيت ما عنديش مشكل، ولكن سي عبد السلام ونزل شريط. انت دابا واش انت نزلو عاد هضر؟ نزل انت اشكال عندك مع السي عبد السلام؟ حنا دابا هاد الحمله اللي دايرين، هاد اللي دايرها الشيطان باسم هاد الاصنام. انا ما كنقولكش، لان انت دابا كتحارب السي عبد السلام، ما كتحاربنيش انا، كتحارب الشريط، ما كتحاربنيش انا اللي فيه. ربما ما عجبكش انت دابا ما عجبكش حاجه، قال لك السي عبد السلام لابد من بعد. واش انا نقول لك لا؟ امنا عائشه داوها بداو بقاو عليها، بقاو عليها بيدي تسوي، بيدي تسوي، في الاخر ندمت عاد. عرفت سيدنا الزبير ندم، دابا هادو ندموا. اش غادي تقول دابا انت؟ اش غادي تقول السي عبد السلام
واش تقولي ما عرفتيش الشارك، ما عرفتيش الوصيه، ما عرفتيش اللي مكتوب فيها، واش بتقولي ما منو عاش، واش بتقولي ما من عاش عبد الصمد رضا، من عاش العباد، من عاش العبادي دابا منعه، واش بتقولي ما دارش الغيب العبادي، لانه هو اجتهد وانت السي عبسلام كنت ديك الساعه خطاتي، واش بتقولي السي عبسلام قال لك مد فندري بكيتي لها ساعتين، واش ما معروفش شنو هي ساعتين عندنا، واش ما معروفش عندنا بانه لابد من بعد، واش ما معروفش هذاك الوصيه باقي معاكم، مازال باقي معاكم، معنيتها بانك كيشوف داك الشيء ما كيشوفوش، واش ما معنيتها بانه دعك مما كتبنا اكبر سنا، داك الشيء كان الافق ديال ضيق ويديروا اكبر سنا العبادي، واش العبادي قال لك داروني انا والعبد كيف في حياه السي عبد الصمد يقول لك من بعد، واش معنيتها بانه الاستخاره استشاره موسى واستشاره كيقول لك اشاره الهيه، واش ما كاينش الغيب تما كاع ما كاين رؤاكم، واش ما كاينش اشاره الهيه، قال لك اشاره ديمقراطيه، قال لك تما بتصويت ديمقراطي، قال لك تصويت بعد هذا، واش هذا بعد لك اخويا، انا واش تقول لي على الاقل ينزل غير شريط على الاقل، واش دابا نزل الى نزل شريط وكنا كنهضروا ومنين، واش بتقول ودي بلاتي، انا كنقول لك غادي تغير هذا الشيء دابا اللي كاين، راه ماشي بحال شي حجره بقيتي معاها اليوم وغدا اليوم وغدا، خصك دير ليها المين باش تحيد، درتي ليها الفاس قلتي لي حيدها والو، عاود كيبني عاود كيدير عاود كيبني فادا عاود كيبني كيسرقوا الارض، هذا راه سرقه سرقه، هذه موصوفه جايك سي بسلام في الوسط، قال لك ودي الا كانوا كيعطوا الورث علاش يقولها الالات التهموا الشراب، شكون دابا هذا الشيء اللي كاين فيهم اصاحبي، كله عنده مصلحه، اجر اجدار الشيباني مني في ديك التنميه الذاتيه يلتهموا بيعوا شاري تما، اجدار منير كلاكي في الكتاب بيعوا شاري تما يلتهموا، هو اللي قال لك ودي حزه في نفسي ما عندي باش نخلص، ومشى كيطلب فيهم شكون اللي داه الحاج، ها يلتهموا الشرابه، وشكون دابا قلت لك دابا جاب لي صوره والله العظيم سيدي صيفطها لي فيها السي عبد السلام، انا ما نشرتهاش مازال فيها مع السي عبد السلام، انا قلت لكم عليها ودي كان بان لي النور بعدا في ديك الساعه، قال لك السي قال لي السي عبد غضب عليه من كان حاضر، غضب عليه من التقط الصوره وغضب عليه وقال لي وصلت بان السي علي تيزنت الفيلا شراو يصوبوا عليه الاخوان، انا هذا الشيء لا اول ولا اغيب وماشي عيب، انا ما كنخش كنقول لك ودي دابا هادو على من كيضحكوا، هادو دابا كنهضر على كلام السي عبد السلام، دابا الا كان السي عبد السلام السنازه، وانت دابا راه عندك سمني كتقول كتقول وي صيفط رساله واسلام، وهذا دابا السي عبد السلام راه صيفط هادشي، واش اش قدا عليك انت، اش قدا معاك انت، هو صيفط هو صيفط اش قدا معاك انت، ها هو عطى لابو سفيان 100 ناقه، هو دار هذا اش قدا معاه، ها هو امنا عائشه قال لها سيدنا وصي سلمين بحال كلاب رجعي، اشنو قدا ليها بالمنظور ديالك انت، استغفر الله، ما كاين قدر الله صاحبي، اشنو قدا ليها قال لها بحال كلاب رجعي، ولكن اش قال السي عبد قدر الله ما اطلع الله به سيدنا وصي سلمين، طلع به سيدنا وصي سلمين ماشي امنا عائشه، طلع به سيدنا علي، قال لي سيكون لك معها يوم، قال لي اذا انا اشقاهم يا رسول الله، قال لي در الشعر، دابا هادشي اللي كنقولوا الحرمان والسطانين، انا قال السي عبد السلام اللي كنشوفوا هذا دابا جاري علينا حنايا، واش انا كنت في القياده، واش انا اخترت، واش انا علاش انت دابا ساكت، واش انا دابا شتيني يلا داروا، انا راه ساكت، يعني كل الحلول ما بقاش لها الا الحل الاجرام، وصلني كي قال السي عبد السلام، والستاليني راه خطير شي ترى درجات، راه ستاليني راه درجات راه فيها خطيره جدا، واحد كيقتل واحد ما كاين عفوا وكاينها واحد، وفي الحرمان دركات يعود بلا نسموها دركات، دابا انت مع من كتهضر السيري درازه، سير سول قلك على البيت سولهم اودي قول لهم اودي واش هذا الشيء كنا كنقول واش حنا تعب هنا دابا، حنا دابا تعب هذا الشيء دابا تعبوا زعما كاين حنا كي 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 كيفرحنا هذا الشيء هذا تعب، راه خطير هذا الشيء صاحبي، راه كيألمنا والله اسيدي لك كيألمنا، لانه دعوه الى الله معناتها دعوه اللي كيألمك هذا الشيء اللي غاديين فيه الناس، واش جاي يألمك واحد يمشي بالكفر ديالو، واش يألمك واحد يمشي كان مزيان واللي كيسرق، هذا الشيء خصو يألمك، واش هذا الشيء يفرحك، خصو يجب ان يؤلمك الناس، اي واحد دعوة ما دعوة دعوة إلى الله، واش إلا كني دعوة إلى الله يجب أن يؤلمك كل من يذهب إلى طريق الشيطان، شكون اللي قال سبيل الدين غمس من الشيطان، الغزالي حجة الإسلام كانت تشد لي الريحة الفتوى كتشد لكم أنتم دابا الريحة الفتوى، عاد اكتشف بأنه سبيل الدين غامض، وقال لي السي عبد السلام لقد كلفتمونا جسيما أن نبين لمن لا يريد أن يسمع كيف يكون سبيل الدين غامض وسبل الشيطان متعددة، ورا سبل الشيطان هذو من لا شيخ على الشيطان، شيخ من قال هذا؟ قال العز بن عبد السلام، قال لك السي عبد السلام عنده قدر مشترك أكثر، ماشي هو كاع بحال سيدي أحمد رفاعي وسيدي عبد القادر عنده غير قدر مشترك، ولكن أكثر من ابن تيمية وابن القيم الجوزية هادو اللي كانوا على الاقل على الاقل نهضروا على المحفوظ واخذوا كلام زعما تلقاش تسلم وفق اللي ما خداوش هادو، واش هادو دابا عبادي كيحارب دابا، واش دابا العبادي ولا عبادي القميص دابا ولا القميص القميص مخدمين ودابا سيدنا مخدمين دابا ولا العبادي بحال شي قميص سيدنا عثمان اللي حاطه معاويه على منبر رسول الله، كان في خلاف الملك ما جبتهاش من عندي، كان من شيخ يبكي قال لي 60000، قال لي بخور يطلبون القواده ممن، قال لي من نفسك من نفس سيدنا علي يا صاحبي، واش انت سيدنا علي انا مديت علي وعلي الباب، واش جاوني باب مديت علي ديال السلام، لا وغير شريطه صاحبي دابا وحلنا معاهم وصيه كلام من يخلفوني
الشفيق لقاو لقى الله فيه الخير، لقى فيه السي حسام الخير، والسي حسام اش قال لك فيه كلام طويل وكبير وعميق، لا نحتاج الى من يردده. دابا انتم صاحبي من يردده دابا كتحاربونا نحن حيت كنرددوه، حيت انتم دابا تشربونا داك الشيء اللي ما عندكم. ما يمكنش، لا يمكن، راه لا يمكن، راه عندك تغلط، راه الا كنتي كتقرا وكتتبع، راه ماشي العربي كيهضر كيلعب بالاخره ديالته باش يتبع الجواني، ولا المساوي يتبع الجواني، ولا فلان غير يتبع الجواني، ولا دوك اللي جايين ساكنين يتبعوا الجواني، هذا تخربق دابا انت، ولا العلوي يتبع الجواني. خصك تعرف شكون هو العلوي وشكون هو فين كان، راه هادي. ودابا ما تصحابش انت سيدنا الحسن غي بلا عطى المعاويه، راك راه كاين 30 عام هذاك، راه قاضي عارف فيه نازل هابط ملك عاد، ملك عاد، وسمي انت خلافه امويه، ويمشي ابن تيميه مسكين يقول مودي سيدنا علي قاتل وخذل. ياك سيدنا علي من المنظور دابا ديالك انت، لا هذا سيدنا علي ما نهزم ما تفخش ياك اسي، دابا انت معاويه غلبوا ياك اسي، اللي داروا ذاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دابا ما عرف والو. الخلافه حتى قدر الله ماشي قدر رسول الله، من يريده الله ماشي من يريد السي حسام. دابا بغيتي انت من يريده منار، ومن يريد عبد الحميد خاوش، ومن يريد ياسين، ومن يريد هذا، ومن يريد الله يهديكم اصاحبي. احنا ما قلنا لكم لا عاش تعباني ولا تبع، قال لكم ودي شريط وصيه، فاذا بكم هذا ينقص بيننا وهذا ينقص بيننا، بيننا وبينكم الله، بيننا وبينكم الله، اللي عنده شي نيه غادي يبان فيها. شوف هانتوما الزمان بيناتنا، احنا ما كنقولوش ماشي يلاه بدينا، كنقول لك ودي الكلام وصيه شريط محروم كاذبين عليه بما فيه من العبادي الان كيسوقوا، كنجيبوا لك بما فيه سيدنا عبد بن عفان، نقول لك ودي حنا والي عارف، ولكن السي عبد السلام المشيخه حنا هذا نستضيف بتوصل بقلب، ماشي هذا رجل حي من بعد سيدنا خليفه السي عبد السلام، هكا قال في الشريط الوصيه، ونزلوا من علامه انكم فيكم الكشكم العجينه هو انك منها، من علامه يوم العجينه تعطي يوم ما قدر يخرج كيصيفطك انت ويصيفط ويصيفط علينا هو. علاش؟ يعني هو عارف راسو، عارف راسو اش داير، عارف الخيانه اللي داير، ويعرفون يقينا. راه كون يتسكتوا تحيدوا، انا والله ما بيت كسر رضا ولا السي عبد الحميد ولا السي، والله ما بيت ولا مولاي تاج، وسولوا السي ازبير راه تواصلت معاه، وسولوا السي راه كاين السي سميتو اللي كاين في من اللجنه العلميه، راه كان واحد الوقيته بدا كيكتب، راه هو من اللجنه العلميه من العلماء اللي كيمشي معاهم. تصور قلت له حيد التيسه، وراه حيد، راه كاين في تمانه سميتو في دار الحديث الحسني، قلت له بعد راه ماشي غا هو شحال واحد، كنتواصل معاه والله، راه كنتواصل مع السي عبد العظيم، وقال لي خارج انا تواصلت معاه حتى في قطر اصاحبي، وكنتواصل معاه مش عمرني شتيني جبدتو، لا نتواصل رجال، ولكن بعدهم لما كيجبدوش كيعرفوا الامر ماشي سهل، الامر ماشي سهل وصعيب. هذوك بنو اميه صعيب بوعدو وفتح الله وما لا ناديو الزائرات وجرعهم، صعيب صعيب، ومن علامات الحمص خطورتهم هما ان في يوم السي عبد السلام كيفاش كانوا كيديروا اصاحبي. السي عبد السلام يعرفوا علم الوحي والغيب والكشف وكل شيء اصاحبي، وكيفاش كان كينقص يمشي للاعلام اصاحبي، تعتبر زله في السلوك ديال في السلوك في السلوك في صحبه السي عبد السلام. دابا ما هضرنا على الراجل، دابا حنا مع السي عبد السلام، هذا ما هضرنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كينقص عليه معاويه يقرا كيفاش قيل بان من كتبت واحد، قال لك محترم لي حرمه صاحبي غير باغا واعتدى من بعد. حنا دابا ما كنقراوش كاع، كان مشغول اودي، كنقول لك اودي يزيد وزياد لعنه الله عليهم، كان يزيد والي سيدنا علي بصرا يذكر في خلافته بسوء، لما توفي سيدنا علي شوف بدا كيسبوا وقتل، وكيفاش داروا هادشي، قال لك ودي ما بغيناش لهم هادشي، هادشي اللي كنقولوا وكنعاودوا، وكان كيؤلمونا يؤلمونا، كيفاش السي عبادي كيتحدث مسكين على بصيره، واش كيسكسوا بصيره اكثر من السي عبد السلام، واش سبيل السي عبد السلام دابا من التبع تبعتيه ما تبعوش، وقالها ليا قالها لي انا بفمه والله العظيم قالها لي، وقلت لها السي العبادي انت فاش شفتو، قلت له راه دايرين عليك هو، قال لي السي عمر، قلتها لي قدام اوراق حلفوا اوراق، ما انا قلتها لي، قلت لها السي قبل ما يخرج، قبل ما يخرج العربي الكتاب ديالو، علاش مرته قالت لي راه هذاك اللي مورا الكتاب، يعني عرفت، قال لي راجلها والله العظيم، قلت لي السي محمد انت يا علاش حبستي لي، قلت لي قالوا لي عليك بانك هربتي لهم في الجزائر ولا في تونس، كنتي كدير حوار هربتي لهم، اذا هما دايرين عليك حيصه، هما مقيدين لك اش بغيت تقول. هادشي اللي كندير سيدنا عبد الرحمن كندير ليه مروان كيف كيخدم به في الاخر، شفت واش داروا، ورا من بعد عاد ما بالهم لا مع سيدنا عبد الرحمن مع روسهم كيتسناو امتى ينقدوا عليهم في هذا الحديث كيفايه. والسلام على من اتبع هذا الهدى، اللهم صل على محمد النبي وازواجه وما دمت بيتك من صالح سيدنا احمد المجيد، سبحان ربك رب السماء يسفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم، وصلتني واحد الصورة ديال السي علي مع السي عبد السلام، واحد أنا بصراحة والله إلا ملي كتشوفه كتشوف هذه ديال دابا اللي ترى الفئني وباي ما بغيتش ننشرها، وربما ستنشر عند واحد الأخ مع السي عبد السلام، كيبان لك واحد المجموعة ديال الإخوان كيفاش واقفين، كيبان كتبان الصحبة.
كتبان الانوار. السعسه ملي كتضرب الانوار فائده به ملي كتمشي راه كيبقى يعني الماء اللي كيسقي الشجره ملي كيتقطع عليها الماء كتشوف كيفاش علي دابا السي تيزنت هاد علي تيزنت دابا مع السي علي تيزنت قبل. الصحبه هي الباب وهي المفتاح، وان شئت قلت باختصار الطريق هي الشيخ، هي الكامل مكمل واصل الحبل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي راه قلنا بانه قد يكون عارف عنده سند ولكن ليس المشيخ التربوي ليس هناك كي جالس دابا. ايوا الاخوه الامر ماشي سهل، طبعا ماشي سهل، ماشي سهل بانه تخرج دابا. وهذا الشيء باش تعرفوا الصحابه كيفاش كان صعيب عليهم. ولكن اللي مهم شنو هو، سيدنا عثمان بن عفان كيفاش كانوا كيلعبوا به بنو اميه مروان وكان مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. دابا 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 السي العبادي كيلعبوا به، خدامين به، دايرين به الاشهار، يعني بحال داك اللي كيبيعوا به ويشريوا البضاعه ديالتهم المزوره اللي هي الدائره السياسيه الشعليه، عمر حرشان ومنار وعبد الواحد المتوكل وبرشي. دابا مخدمين، لان هو دابا الا مشاو التحيدوا القضيه صعيبه عليهم. لقوه دابا بحال هو القميص ديال سيدنا عثمان، ماشي سيدنا. اما سيدنا عثمان مات، السي العبادي مات، داك الشيء اللي عنده دابا القميص سيدنا عثمان هو السي العبادي. كيصبح عليا السي العبادي كنشوف فيه مسكين بحال القميص، يعني شادينه ونافخين فيه داك الشيء ديالهم هما، دايرين سيدنا شادين هي القميص وحاطين. وما السي العبادي فين هو؟ ماشي هو هذا السي العبادي. والسي العبادي كان السي العبادي انه يخرج الكلام سيدي عبد السلام. واش السي العبادي اللي كنا كنعرفوا اللي كيقول لك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ومن تبع البصيره سيدي عبد السلام، واش السي العبادي هو هذا؟ والسي العبادي يخلي شريط الكلام سيدي عبد السلام دابا 10 سنين وان ما ينزلش كيس السي العبادي وهذا تبلو. ولكن ملي كتقرا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كيفاش انه في السنين الاخرى كيف انه اصبح كيطبل لا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش مروان كيخدمه وقالها لي سيدنا علي، قال يا ودي ما تخليش هذا كيجرك بحال شي جمل جرك فين ما بغى. بعد ما وصلت السنة 80 ثاني سنة دابا لعب السي العبادي مسكين، وانا كنشوف فيه الحالة ديالته البارح. ماشي قميص سيدنا عثمان، ماشي سيدنا عثمان بن عفان مات، قتل السي العبادي، قتلت فيه داك الشيء ديال الصحبة ديال سيدي عبد السلام، قتل فيه داك النور، قتل مسكين. علاش الناس أصبح الآن كيطبل؟ وهذا قدر الله الماضي. علاش؟ لأن الرجل، لأن السي عبد السلام قال لك ودي الحرمان والستالينية، وحتى هو مشى دخل معاهم لديك الغبرة ودخل معاهم لداك الشيء، فما بقاش كيبان له. دوك قال سيدنا الزبير لأم المؤمنين من عائشة مش عند سيدنا علي، قال لي واش كتذكرنا؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ستقاتلني وأنا لك وأنت ظالم. قال لي والله ما تذكر الله كون، قال لي تذكرت على خرج. وقال لي يا أمه، قال لي ها كنت ديما كنحط كنعرف فين كنحط إلا في هذه. دابا السي العبادي ما عرفش باقي فين كيحط رجليه. واش هو سيدنا الزبير ملي كنقرا لك كنقول لك أودي صادقي الخروج ياك، دابا أنت في حصار، يجب فك الحصار، يجب فك الحصار، واجب علي وعليك. لأن دابا هذه ما فيهاش الهضرة، راه إلا ما تحل المشكل، إلا ما نزلش الكلام سيدي عبد السلام ما كاين هناك أي شيء. هادي خدها بيقين تفتتية ونقابة صوفية، وغادي نتكلم وأشوف والفضيح ديالهم غادي سوسيولوجيا تزيد الديون غادي. راه صيفطوا لي واحد الراجل دابا نقول لي واش هو، ناخذ الإذن ديال بيننا وبيننا نقول لهم راه هو اللي صيفط الصورة. الصورة كيبان مع السي عبد السلام، هذاك السي علي علي تيزنت كيف كان السي تيزنت؟ كان محترم لحرمة الصحبة، الآن ولا بغى واعتدى وبدا كينقص هكا وقع. هكا وقع البنو اميه معاويه راه كان محترم، راه فتح الشام، فاذا به بغى واعتدى وسب سيدنا على المنبر كيسبنا دابا حنا وكيسب الشريط، وقتل سيدنا حجر الصحابه وبيقتل فينا حنايا، فاذا به الله عز وجل دابا طلعه او دابا مدابس كي ودابا سدوا عليه دابا برك يستنجدوا بالشرق والغرب، يستنجدوا بداك اللي ما كيطدوا كيستنجدوا بمن؟ بباش كتستنجد بالشيطان، اصبحت تستنجد بالشيطان بعد ان كنت الله عز وجل هو 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 من يعظم شعائر الله. ملي وليتي كتعظم شعائر الشيطان سوسيولوجيا وتبحث عليهم وليت انت بدي الدكتوراه وليت انت فيها شرف وداك الهواء بالنسبه لي ما علي تيزنت، اصبحت علي تيزنت بعد ما كنت السي علي تيزنت. حنا بغيناك تولي سي عز، ولا حل عندك الا ان تخرج من خيانتك وتفتح الباب للمؤمنين للشريط ينزل الوصيه المعاده. لا حل عندك وتقول بوضوح ماذا فعلت، بدل ما تبقى شوف وداك التخربيق ديالك وداك العسال وداك الشيء اللي مخربق ليك، لانك انت داك الشيء عندك ماشي صافي. قلنا لك شحال هذه ليس هناك ماشي صافي بلا ما نقولها لك، كيقولوها اصحابك، كيقول لك اودي انا ما كنقولش، كيقول لك اودي كيبيع السير العسل وعندك، انا شفتو عندك في الدار، راه دخلت عندك للدار لقيت مستف عندك العسل، ماشي عيب كتبيعو، وسولت بزاف غادي نجيب اسماء ربما كتبيعو انت مستف العسل كله. علاش العسل ديال السيد العميد اللي يقري
هكذا كان كيقول معاوية هو الوالد ديال ما كاينش يقعد يهضر معاه، ما كاينش سب سيدنا علي كيسب، ولا انا علاش معاوية كيسب؟ انا ما ديت علم علي بابو هذا اللي انت درتي، واش واوراق دابا راه بلا ما نجيو معاك حلف وعين بانه ماشي انتوما دايرين، ما كاينش تما ديك ديال المقتصد مع هذا ما دير. انا شوف انا هذا الشيء ما كيهمنيش، قد تكون انت فعلا انا ما عنديش مشكل، ولكن كان كنتعامل معاك كنقول لك اودي دابا انتوما من زيدكم كنقليكم، من زيد كنقلي هذاك منير مسخوط داير دايرين راه عيطوا رؤيه وغادي نقص ليه، هو اللي قال لك اودي راه حزه في ما عنديش باش نخلص الفلوس، وني وريتها لواحد ما عنديش باش نخلص، انت مني ما عندك باش تخلص، وقال لك اودي علمو باش خصو يخلص، لا مشى كيقول لهم لا على على صاحبي على نهار، واش هذا دابا دين ولا خو زعبير؟ هذا هو الجاريه ديال الزمن ديال دابا، كتصلي بينا 4 ركعات هو هذا منير جيب لي التصويره، هاد الجاريه الان سبحان الله العظيم هاد الظاهره السوسيولوجيه هاد الجعواني، هذا الجعواني دابا ياك الله تعالى نضل لي انتشر، دابا القابول سيدنا علي ساي انت شي كان هذيك الساعه كانت معاويه هو اللي غادي الملك الملك العاد، اما الان خلافه معنا احنا وانتم، انتم قال لكم سي حسام الحرمان والستالينيه ديال العلامه ديالها، والان بيننا وبينكم الزمان والحاجه باقيه ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين. يا رب الله داك الشيء اللي كيخرج لكم الله تعالى هو مشى قال لك السوسيولوجيا التدين داير بين الشراف في المعارض حتى هو باش يبدا يسيني زعما بغى كليان اخرين، بغى يضمن كليان اخرين ثاني، فاذا به الله تعالى كيفضحوا لنا ما كاينش دير نجل ونجل ما كاينش عندك واش تقلو، اما قلب اما مع السي الاسلام ولا مع الشيطان، اختار انت دابا اللي بغيتي، انت اخترتي الشيطان وبركه الضحك هنا دابا، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا واذا خلوا الشياطين قالوا انا معاكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بكم، الله يستهزئ بكم ويمد في طغيان معمه، والله كيستهزئ بكم الان وكيمدكم في طغيان معمه، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم، ما كانوا التجاره ديالكم دابا في الى بوار وما كاينش التجاره ديالكم الان الى تجارتكم، تجارتكم الى بوار سفهاء ضالين مضلين خونه، هادو هاد الامناء كانوا امناء الاقارب بما في مدى علي تيزنت، هذا الصنم دابا اللي غادي يتكسر باذن الله تعالى، سولوا السي خالد البكاري اش كان كيقول ليه؟ كيقول ليه حنا عطينا الاوامر ديالنا لان هو ديال الرباط كيتحكم في كل شيء، لا هو بحال داك الشيء ديال اوروبا الامريكان هادي عطينا الاوامر ديالنا باش تحيد عليا هذاك ما تبقاش تلاقى معاه، وكتلاقى انت معاه مع 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 اللي ما كيصلي ما كيطد ما والو، هذا هو الاخر ديالك، هذه دين الله على الكافرين والعزه على المؤمنين، ستراغب ذلك ولو بعد حين، والان ستفضح امام الاشهاد انت ومن، وستكون عبره لمن بعدك، يا قلتيها لي قلتي لا الغيبره كاين اللي كيكذب، انت اللي كذاب دابا، انت كذاب اذا السي حسام كيعرف دابا وليدي بيتصفي لي، لن نسكت لكم ايها الخوانه والزمان بيننا والسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اخوانا حسبي الاخوان الكريم، في هاد الاطلاله اللي سبحان الله نسيت هذاك علي تيزنت في الاول كنت اتصلت به وكنت كنشوفه كنعرفو كيدير، ما كان كيجي الغايب وكان داك الشيء عنده مبروك انا محترم في الواتساب غير، المهم تواصلت مع لنا السي خالد البكاري كان هو مسؤول على في الرباط المهندسين، هاد المهندس خالد البكاري دابا باقي في السعوديه، واخا دابا هما واضح السي خالد البكاري صريح ولكن دير منه احتياط من جهه كيقول لهم بشويه، لانه كانوا بين الصبو اسماعيل اللي كاين في المدينه كان واحد الوقت هو كيلعب على الوطره على جوج الاوطار هذاك اسماعيل من هنا ومن هنا، انا شي حقيقه كنقولها ما كان خاف لا هذا لا هذاك، هذاك الشيء الحقيقه اللي عشتها اللي شتها، وستالينيا صعيبه ماشي كان ماشي اسماعيل راه ماشي راجل مزيان، ولكن مشكلته كي قلت لك جا لحد السور ما يصيفطوا ليه الواثق دغيا جايب هذا وقال لي حذر وعرفتي الكرم، ولكن سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، دابا هذا علي تيزن شو دابا هاد التناقضات عنده قال بالحرف عرفتي كيتنفخ عليا وكيتهز ويتكبر وانايا وشكون انت وهادي، وقال لي راه مريض وعلي حاول يجلب السي خالد البكاري عنده، لا هو راه امين الرباط، الرباط راه ماشي هو سهل سالي تيزنت راه ماشي جنوب راه سيدي الرباط راه العاصمه راه متحكم، انت واخا هو حسن قبيب ما كيتفاهموش، انا نجيكم من الاخر وهادي راه كيعرفوا لا لا هذاك لا العمراني لا العمراني العمراني لا 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 هذا ولا هذا كيعرفها مزيان، والسعيد تيزنت معروف انه واش كيدير استاذ وكيدير كيبريفيجي الدكتور في الجامعه يمشي، ولكن كيبيع ويشري في العسل ديال الكاليبتيس واقيلا اللي عندهم بزاف هذاك الجمله ماشي داكشي ديال ماشي داكشي ديال على عين، انا ما نقولش لك ولكن واصل بانه تضارب راك عارف التضارب المصلحه والمسؤوليه، هادشي اللي كيقولوا دابا في السياسه حتى هو كان عند علي تيزنت تضارب لانه هو امين الاقليم ديال هذا وعنده العسل، ما معنى امين الاقليم؟ يعني الاقليم كله يدين له يعني رايب بشرتها سميتو كذا عليه، وفي روايه قيل لي بزاف حتى المارشي ديال المقر ديال السلا، انا يعني الا كان عنده ثمن ما عنديش مشكل انا
كاينش كيدوزوا ليه اوراق من اوراق، ولي مسؤول هو المقتصد على المقر والمأخذ ديال، راك عرفتي العاصمه ديال الرباط هي اللي كتشد كل شيء، هي اللي عندها الكليان بزاف، هي اللي كيجيو عندها الكل شيء كيجي عندها. يعني اللي جا تما علي تيزنت راه هو المشهور ديال من هذا العسل ديال علي تيزنت، بجعل باش علي تيزنت طلع علي تيزنت هبط علي تيزنت العسل ديال ولا مشهور، وهذه راه معروفه وماشي عيب. انا ما كنقولش عيب، انا انما كنقول هاد الناس اللي كيعتبروهم هذا كي قال لي واحد الباح ماشي ملائكه، قلت لهم ماشي ملائكه وحنا شياطين، قلت لهم نزل نشوفك انت هاد اللي كتعبد هاد الصنم اللي جايب لي، ونزل الوصيه الشرعيه تنزلها، هذا راه مهندس كبير فرنسا، قلت لهم نزل، وكان معاه واحد السيدار انت هو مشهور، قلت لهم نزل، قلت لهم والله لا كليت عندك والله لا شربت عندك ولا جلست معاك، انت السم كينزل بك ما تصيرش علينا دابا علاش بين هاد المرحله دابا ديال يفيقوا الاخوان. هذاك راه قال لك السي عبد السلام هو امام ومعاصر سيدنا عثمان بن عفان، اينما هذا كان يفعل الصحابه اللي داخل هو امام ومعاصر ماشي امام عبادي. ودابا العبادي هاد العلامه ديال العبادي الخروج ديالو بهاد الخرجه معناتها قريب يخسي فيهم الارض، قريب يخرج الراجل هنا، علاش الحير من وسط وصل حتى للعبادي، معناتها صافي الملك الجبري، يعني ترى بداية الخلافة على منهج النبوة. لو كنا في الملك العادل آخر سيدنا علي 30 عام، يعني تماما يعني ترى صافي سيدنا الحسن رجعت صافي القادرة ولا فيها ملك عاد إجرام والسبية هذيك خصلوا بهم جارية صلاة 4 ركعات، سيدنا عبد الله بن عمر تلف مسكين عاد قال لهم يا ليتني قتل في البغي، يا ليتني دابا غادي يقولوها والله حتى غادي يقول هذوك اللي ساكتين لداخل يا ليتنا وقفنا مع الجعواني ومع الدايره الجعوانيه. كنقول لك هذا علي تيزنت كان كيحارب هذه 4 سنين 5 سنين قبلها ان تصبح الان الدايره الجعوانيه الحمد لله واقع يفرض ذاتها، ماشي الدايره الجعوانيه، الدايره المساويه، الدايره ابو حازميه قبل منها، ابو حازم قبل من المساوي، ابو حازم كان عنده موقف واضح وكان قبال كانت الشريفه اللاناديه وكان الزائرات في حياه السي عبد السلام، ولكن الموقف ديالهم الان مع الرجل الحي مع صحبه رجل لم يكونوا موفقين، ولكن هما على الاقل يقولون غير هاد المجرمين حتى سكوتهم على المجرمين كون غير يقولون هادو راه شنو كيديروا بلا ما يفتح الخير هو الرجل، من نستطيع ان نتوصل بقلبه هو الرجل المفتاح. دابا السي العبادي راه اخر دابا هذه علامه اخر الامر، انا ملي كنشوف الكلمه ديال الباب هل هي اذان باخر هذاك الفرعونيه ديال القياده السطرين، هل هي اذان بان الطوفان بان البحر غادي يدخل فينا باش السي العبادي تا هو يتبعوا في هذاك البحر وغادي يخسف فيهم الله بهم الارض بها تا هو، لان علاش؟ لان كلام السي عبد السلام واتبع سبيل من اناب اليه، السي عبد السلام راه السي عبد السلام السي العبادي انت دابا كتكذب علينا كتقول انت كتقرا الايه والله تعالى كيقراها على فمك، قل هذه سبيلي ادعو الى الله ديال السي عبد السلام على بصيرتي، دابا انت تدعو الى ضدها، الا كان السي عبد السلام هو اللي على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، انت بين المشركين به سبحان الله كيف اصبحت من المشركين به، ها انت السي العبادي صارت ما بيتيش تنزلهم وكتحابيهم واللي قالوا كديرهم، وما سيدنا عثمان في الاواخر ديالو ببعيد، داكشي علاش حنا نستبشروا بك هادشي اللي وقع لك دابا ما بغيناش لك، ولكن نستبشر بان خير بان نهايه هاد القياده الستالينيه المحرومه الى مزبله التاريخ، هاد مروان وزياء ويزيد كان ويزيد على مصعد هاد المجرمين اللي خدم اللي كانوا محترمين لحرمه الصحبه، الان بغاو واعتادوا على السي عبد السلام الى مزبله التاريخ باسامهم. كنقولوا دابا الان الجماعه ولات في تفتت يا مسكينه وتبركيه ونقابه صوفيه والاجرام وداكشي مارجه العهود والامانات وماش الصحبه هادي، هذا الشعباني راه سبات فين الشيباني جراو عليه داروا دابا عصب. لا شوف انا ما كنتش نسيت بزاف، قال لك ودي الحرمان قال لك قياده ستي واحد كيضرب فهاد، رجعوا لهذاك خينا اللي بدا كينقص لك سوسيولوجيا التدين دولينا دابا مع هيروشيمين وسميتو وشكون هذوك وماركس ولينين وما جاورهم ذاك الطاحو الاسلامي بالدين، دابا ولا فلسفه الدين ديال الفلسفه تدي الفلسفه وفلسفه الدين، حدثت الاسلام ماشي اسلمت الحدثه ماشي الصحبه، دابا باسم الصحبه ودير حتى هو الكتاب ديالو ونشرو واقف ديك الوقفه عرفتي سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم الوجه ديالك ودس يعني ما بقاش هو هذا، دابا السوسيولوجيا اش بغيتي ماشي كتاب دابا انت دير بحال بيدينا بحال دوك السيناتور ديال دوك الماركسيين كيدير بعض واحد المتوكل كيجيبهم اليسار وعمر حرشان وانت دابا كدير انت كتكتب انت دابا وليتي كتالف ليهم ولا شنو؟ هاد السي علي هاد علي تيزنت كان سي قال أصدر الأوامر ديالو للسي عمر مكاسو، السي عمر مكاسو مسكين على قبيل وضرياف وهذا قال لي ما تلاقاش مع الجواني ممنوع عليك، وهو منعو جاءتني من السي خالد راه هو المهندس، أقسم بالله سمعتها ودني
وقال لي ما غاديش يبدا كيتلاقى معاك السي عمر مكاسر. قلت كيقول لهم دابا راه كيتلاقاو معاك دابا نور الدين من الاخر كان كيتلاقى كل مده كتلاقاو معاه. ما قلت دابا التخييس سبحان الله فين وصلت فيهم هاد الخسه هاد الوقاحه هاد الجرأه. يعوذ بالله كما ان هذاك تاع القران صافي خرجوا من جلسه 14 ركعات. دابا الشعواني ما تلاقاش معاه ونتلاقاو مع اليسار. دابا انت علي ديز مشيتي كتستنجد باش بالمنظمات اليساريه الماركسيه اللينينيه انت وليتي مشرد معاهم ولا شنو؟ كتستنجد بهم على كتاب ديالك باش خرب الله تعالى حد فيك. الله كينزل الامر ديالو قبل ان كيطبق عليك. اش قال السي عبد ما وقع للمؤمن هل ما وقع للمؤمن الموت في هادي على يد عبد الناصر وبورقيبه ما وقع على علي ديز وما وقع لكم في تجميع البيوت على يد هاد الشيء. هل هو من سنة الله في الأنبياء؟ زعما راهم الأنبياء الابتلاء؟ لا، يكسب زعما هي أخطاء من عندي أنفسنا زعما القدر المقدور تربية وتعليما وتأديبا حتى نتعلم. يكسب زعما تعود تكرر من أخطاء، أخطاء تتوها فادحة والخطأ مع السيف سامي. دابا أنت مع السيف سامي منعك وتمنع وعايز تمنع وهاديك تفضح أمام الأشهد أنت وعلى خيرك. الله تعالى دابا أنت تستنجدو وكتدلل البيت تبيع كتيب على الجريان. دكتور لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول جئنا لنخرج عباد من عبادة عباد إلى عبادتي رب العباد ومن جور الأديان العديسة. مشيتو نتوما دابا كتبيتي دابا كتيب ديالك والسوسيولوجيا وديرو في المعارض لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أش قالك سيف سامي سؤال طويل عريض لا تنفع الصفحات من كتاب الإجابة. أنا ما تنفع الصفحات الكتاب في هذا الإجرام ديالكم في هذه البدلة وكيفاش الله تعالى نزل عليكم القدر ديالو لكم القدر ديالو تأديبا وتعليما وشمع عليكم البيوت وشمعكم أنتم وشمع الكلام ديالكم وكيشمع دابا في السلع بادي كتشمعوا فيه مسكين لا يتحدث إلا بالسوسيولوجيات إلا بما يملي علي بن أمية معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن عاص كلها كانوا هذو غير مروان لعنة الله عليه مروان هلاك ومدرسة الكتب هلاك هلاك وليد وغير مقدس وش سيدنا عدودنا في المدخل وغير هذا تبع هذا إلا كان سيدنا عبادي وسيدنا عثمان بن عفان إلا كان عنده هاد العقل والفهم والأفق وعنده وعنده الافق وعنده فريق وعارف الوقت فين غادي. علاش كيكسب سلام يكون فريق وعارف الوقت فين غادي منو من هذا منو هو منو اسمح لي انا منو هذا العبادي ما فيق ما عارف الوقت فين غادي لا هذا ماشي فافيق هو كان اصبح ابوق ديالهم اصبح خادم عندهم كما ان سيدنا عثمان بن فرقك خادم كيسيني به هذاك حسن باش استنى لي باش يقتل صاحبي بالاسم ديال جرأة كبيره هذه جرأة. مازال مرت سيدنا عثمان بن فرقك كانت فيقه والله الا كانت فيقه وكتقول لي هذا الخين هذا المسخوط هذا وقالت لي انت ملعون وملعون باك مني قال لها بدا لنا شافها كتطير عليه طوار. دابا مازال مرت سي العبادي راه فيقه سي العبادي فيقه غير هي مسكينه ماشي بحال مرت سيدنا عثمان بن عفان. دابا هي فيقه ولكن مسكينه عايش بها الحال في داك الشيء اللي كدير عليه تكلمنا عليها بارك عليها كيف داك ما قلنا فيها. دابا علي تيسن هادو اللي مجرمين ما هي مسكينه راه ما قياسها هي قياسها ومن سي عبد السلام حمل المسؤوليه سيدنا عمار وسيدنا عثمان سيدنا طلحه وسيدنا الزبير ماشي الام المؤمنين. قال لهم سته سيدنا علي قال لهم اطوعوا الناس في الناس عائشه واخا كانت القائده قال لهم اطوعوا الناس وبتريدوا باربعه اطوعوا الناس واشدوا الناس الزبير وطن الناس طلحه ان كانوا صاحبي مامرين عليهم امنا عائشه في كاينه هذه سي عبد السلام اللي قالها ماشي انا على عين. دابا جايبين العبادي غير دابا كيتسناو بحال بنو اميه حاطين سيدنا عثمان وكيتسناو والاخبار بيناتهم كدور راه قال فيه راه غادي يقول فيه ها راه نخرجوه ها راه يدير خليه يقول سي عبادي اللي بيقول كان واحد الوقت حاصرينه وكانوا محاصرينه كان هو في قفص. دابا عاد طلقت عليه شويه الحريه ورغم ذلك ما فيق قال لك سي عبد السلام ماذا كان يفعل الصحابه امام محاصر هذه تلمة أخرى هذا تاني انكسار هذا السلع بادي هذا ما عنده ما عنده لا نور ولا علم ولا فقه ولا دي السلع دي سيدنا عثمان بن عفان ماشي من الاخر من الاخر. وسيدنا عثمان بن عفان سيد بخاري غير هذا وضيري به الشلابية أكثر مازال كان تخي سيدنا عثمان كان مع سيدنا علي وما أدراك ما سيدنا علي ورغم ذلك استطعوا هذوك المجرمين هذوك الشلابية هذوك بنو أمية هذ مروان هذو العثمان هذ فتح الله وبرشي وعباد هادو السي عبد السلام كان عنده قوة كبيرة كانوا كيخافوا منه إن كانت عنده هالة. كان السي عبد السلام موجود الخلافة الثانية نور الصعبة كيطفي الشياطين اللي كيشتا كيبيقع جي الشيطان ديال هادوك وكيطفي لما مات سيدي عبد السلام
انقلب انقلب هذاك الدعيو دار الخطبه بطراد، انقلب الزيل دار الخطبه، والشياطين ديالهم سبيل دي سبل الشيطان اصبحت الان الشياطين هي اصبحت تمني عليهم. دابا حنا الحمد لله تعالى، لان السي عبد السلام طالع من علامات، من علامات سبحان الله العظيم اخر ديال هذا الشمع، وداك داك الضو ديالها في الاخر ديال هذاك اللهيب، داك اللهب ديالها كديرو، داك اللهب ديالها كتشعلو. دابا اخر كيبان ليا اخر معقل دابا ديال هاد القياده الستالينيه، ديال هاد المحرومين، هاد المجرمين، ديال هاد مجلس الضلال. دابا باش الله تعالى، الله تعالى سيخسف به الارض، ماشي غير الله تعالى هو المتكفي، لان من يريده الله، ماشي من يريد الجعواني ولا غيره، من يريد الله الجعواني هذا من باب الاضطرار، من باب ملي كنصليو دابا، واش انا اللي شاد الكون؟ انا من باب الاضطرار، الله عز وجل من باب الاسباب، منازعه القدر بالقدر، هو كنحركوا ونغوطوا ونديروا، هذا واجب علينا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حنا الله عز وجل فرح بالله عز وجل. وكنقول لكم هذا عليتي زين دار الزمان سبحان الله العظيم، حتى الله تعالى بهدلو، وشفت صورته كي دايره، وجه كتيبات، ودرت سيرجات الدين، وشكون شي حاجه مزيانه، لا حول ولا قوه الا بالله، انه الحرمان والستارينيا، كيفاش كانوا هاد الناس هادو مكرمين من الزينس، كيفاش كانوا كيف، وهذاك عليتي زنت منهم هو من المجرمين، تا هما نشرب ان لا خديجه ماشي ضروري تحضر ليها في الجنازه ديالها، الان الجنازه ديالكم انتم ديال هذاك الكتاب ديالك، الجنازه ديالو ما كاينش اللي حضر ليها، لا احد، يلا وليتي تستنجدونا باليسار واليمين، شكون اللي داها فيكم؟ تستنجدونا بالشيطان، سير عن الشيطان، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه، الذل والاذلال، هذه هي اخر، هذا هو الحرمان والسترين، لان محاربتكم سيدي عبد السلام وكل زله يمكن تذكرها الا زله اديه المج، لا يمكن ترك بها المحرم. تترون دابا قال لك سيدي عبد السلام، وليس اش قال سيدي عبد السلام على من جوابا على ذاك السؤال، انما انا المؤمن المميت على عبد الناصر وبورقيبه من الاذى، علاه قال لك هذا الاذى؟ ماشي قال لك قادر الناس اللي بحال الانبياء، لا ماشي هو قال لك تاديبا، قال لك ليست لدي اجوبه، قال لك ليس من السهول ببساطه بحال يجاوب، انا جاوب موحد. دابا هاد التشميع وهاد الشيء اللي واقع لكم مازال ما تعرفوا منين جايكم الضربه، جايكم الضربه هي المسخط من تشميعكم للوصيه، من مخالفتكم السي عبد السلام، من الزله ديال اديب السي عبد السلام، من الهدايه ديالنا حنا كتكفرونا عقل عليها هاد الزله وهاد الشيء اللي واقع، لا لا هذاك خينا ديالكم، ذاك مروان ديالكم، ذاك منير الركراكي كيدعينا باللي بغينا كاتجي فيه الدعوه هو، والتخبط وعيد الميلاد والتشوم يخرج ليه رباط، ودابا مسطح وبغيتونا حنا يتفتح، حنا شوف حنا ما كنتشفوش، حنا كنقول لك باش تقراو الدرس، لان قال سي عبد ليست لجي، لا هو قال لك ليست لدي اجوبه جاهزه، ولا هو من واحد الظروف حيث جاب جواب عن واحده، قال لك كلام طويل، سؤال طويل عريض، هذا سؤال طويل عريض لا تنفعوا فيه الصفحات من كتاب الاجابه عنه، علاش ما يقولوا، يقول لك يا ابن عبد الناصر وهذا مجرمين صافي، وهذوك او هذا بحال دابا هذو نزل عليهم، لا لا لا، هذا الشيء اللي واقع هذا عليتي سنتو غيره، هاد الشيء من الاداه ديال السي عبد السلام، هو حارمين حابسين الكتاب السي عبد السلام، قال لي زله وهذا الحرمان اللي قال لهم السي عبد السلام غادي تسلط عليكم، عقلوا عليها السي عبد السلام باش يعرفوا كل زله قرينا في الصباح وغادي نسيفطها، كل زله يمكن تداركها الا زله اديه المرشدين، فانت الاخ اللي ساكت دابا فانت مساهم معهم في اديه سيدي عبد السلام بصمتك وسكوتك على كلام سيدي عبد السلام، الكلام العميق اللي انت دابا ساكت وكتدافع عليهم وكتحاربنا حنا، سترى عاقبه ذلك ولا بعد حين اقل، ماشي انا بغيتها لك، انك كتحارب السي عبد السلام، انا ما كتعرف فيا والو، انا السي عبد السلام الكلام ديالو هذاك، انا راه هو تما واضح، من نستدل بدون توسل الله يبيه قلبي، هذاك دفنتو بكيتي عليه ساعتين الشريط الوحيد اللي محدد فيه التوقيت، اما هذاك راه كاين 100 عام 200 عام 400 500 خلاف على المجلس المباراه الى قيام القيام، راه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبال ثم تكون خلاف على منهج النبوة قبل ما يجي السي عبد السلام، فهي جايه السي عبد السلام كيعطي المعالم ديالها من الان الى يوم القيامه، هو سير تقول على سيدنا محمد قال لك ثم تكون خلافه، وقول انت خليفه سيدنا عمر بن عبد العزيز، ماشي خليفه، قال لك ايه، قال لك هو ايه جا حال في ملك فهد المنظومه، ايه رجل ويرجع، لكن ماشي داخل في الخلافه الراشده، خليفه سيدنا عمر بن عبد العزيز امام، ولكن المنظومه مسماها الرسول صلى الله عليه وسلم ملك عاد وملك جبريل، ما سماش خلافه على ما سماش، قال لك سيدنا عمر بن عبد العزيز فرح، قال له دير انت هو خلافه على منهاج النبوه، ثانيه قال له خليفه، قال له مفتي فرح، ولكن قال لك سيدنا عمر بن عبد العزيز ما يمكنش يلا شويه 60 عام وتقول لي اخي دابا الملك من بعد فين هي؟ ما كايناش، هذا هو اللي كاين، السي عبد السلام هو مجد الخلافه على منهاج النبوه، وبالتالي الكلام ديالو من خلال هذا الشيء اللي كاين، هذه السمات راه حنا الحمد لله رب العالمين، غيتبين الاجيال اللي جايه كيفاش يتعلموا ويكونوا مستميتين في كلام سيدي في بانه هذيك سبيل على بصيره، هي كلام سيدي عبد السلام واتباع كلام سيدي عبد السلام، واخا يكون سيدك العبادي مخالف سيدي عبد السلام فيه اتساع،
لان المشكل هو الفرق، هذه القياده التاريخيه جعلها ما جعلهاش واسطه، وخصوصا دابا كنعرفوا السي عبد السلام يلاه توفى، واش هو عنده هو موجد الخلافه؟ واش انت العبادي هو موجد الخلافه؟ وكنقول لك سيدنا عثمان امنا عائشه سيدنا الزبير تصيدوا، بقيتي لي غير انت دابا هذول ربهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تربيات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين قدر دابا السي عبد السلام، لان السوارت معطيين الرجل خص العبادي يطفي بان لي بان يطفي عنده، يعني لا بصيره عنده ولا اتباع ولا هدى ولا نور ولا عنده ضلال، وخدامين بوفاة القدر. كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه واخوانه وحزب الاخوه الاكارم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في واحد التحليل ان شاء الله تعالى هادئ وصريح، صريح على قدر الامكان، الصراحه كتطلب واحد خصها وقت، الصراحه خصها وقت. الله يحل عليك الصراحه خصها وقت، وقت باش نصرحوا بكل والوقت الزمن ولا يصرح الله عز وجل ولدي هو اللي غادي يورينا الحقيقه الاشياء. كي ديما كنقولوا مروان ما كانش عارف، وكان كيقول كيسب الاغيلمه، كيجي سيدي عبد السلام رحمه الله بذكره كيقول لك هو شيخ الاغيلمه، شناها في الحديث اللي كان كيقول الصاد سيدنا ابي هريره يقول الصاد يقول المصدوق صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يد اغيلمه من قريش، فقال مروان اغيلمه لعنه الله عليهم، كيسبهم. فاذا بك لقوا هذاك كيقول لعنه الله عليهم هو الشيخ ديالهم. هذا الشيء كذلك نفس الشيء بالنسبه دابا اللي كتشوفوا، هذا الشيء في الصحبه في هذه القياده، اسمها سيدي عبد السلام سماه الحرمان والستارين، سماه عطاها وحط ليها الوقت ديالها وحط الشروط ديالها، الشروط ديالها كلها داروها، يعني داك الشيء اللي قال لهم باش ما يكونوش محرومين داروا العكس ديالو. قال لهم ودي تواطر رؤاكم على امرين الاشاره الهيه، هما مسوا العكس، يعني واحد التحدي صارخ. وكنجبروا دابا في الكلمه ديال السي العبادي اللي غادي نتكلم عليها، كنجبروا كأنها اصبح بوق، يعني مسكين اللي كيقول لك يديروا اللي كيقول لك، وغادي نشرحوا علاش اصبح مغلاقا للخير، المغلاق للخير، وغادي في الطريق ديال المفتاح نسال الله السلامه والعافيه للشر، الشر ماشي مفتاح للخير ومغلق الشر، من الناس مفاتيح الخير مغلق الشر، ومنهم خالق للخير مفاتيح الشر. انا دابا هو اصبح مغلاق للخير، والخير هو سيدي عبد السلام، ما معنى الخير سيدي عبد السلام؟ كلام سيدي عبد السلام شريت منه، ما معنى انك كتخلقه؟ ما معنى كتخلق الخير؟ ما معنى كتخلق الخير؟ جاي في الكلام ديالو تكلم على ايات قول الله تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، كانه سبحان الله العظيم الله تعالى يقيم الحجه على سيدي العبادي، كيقول لي على بس انا ومن اتبعني وسبحان الله ما انا من المشركين، قل هذه سبيل ادعو الى الله، واش كاين شي سبيل اكبر من يدعو الى الله اكثر من سيدي عبد السلام؟ انت تدعو الى سبيل القياده المحرومه الستالينيه كتحابيهم، ولا تتحدث عن الصحبه كما امر بها سيدي عبد السلام، بل انك خالفته، بل انك الان بعد 10 سنوات وانت تطبل وتخدم قضيتهم على اتباع ديالهم، وكتحارب من يتبعوا الوصية سيدي عبد السلام. كيقول سيدي عبد السلام رحمه الله بذكره فواحد حين حوصر سيدنا عثمان، ودابا الصحبه صحبه الرجل الحي من بعد سيدي عبد السلام كما جاء في الوصية المعاهده، صحبه المعاهده بعد الكلام سيدي عبد السلام المحاصر، كيقول ماذا كان يفعل الصحابه وامام محاصر؟ وهذه تلمه اخرى ادت الى انكسار، كيسمى سيدي عبد السلام تلمه اخرى ادت الى انكسار، عدم فكر حصان، دابا عدم الكلام، السكوت، كاين لك سيدي عبد السلام سكوت، ان كان من الائمه من الفقهاء من الفقهاء من الفقهاء ماشي من الفقهاء الوارعين، عنده الفقه والوارع، نقولوا السي العبادي منهم، من سكت ونزوى، سكت ونزوى على السي عبد السلام كيتكلم، سكت ونزوى عن هاد بني اميه، ما تكلمش على بني ما تكلمش عليهم، سكت عليهم. سيدنا عثمان بن عفان سكت، بل فيما قالوا شي حاجه كيؤولها لهم بخير، وكي يعني كيطبر عليهم، وفيما قالوا شي حاجه اخرى الحق ديال سيدنا عبد السلام كيؤولها انهم عدم اتباع الشر. هكذا كان سيدنا عثمان بن عفان، ما كانش كيسمع سيدنا علي، كان كيسمع لمروان ودارو هو النائب ديالو، كيسيني كيسي هو اللي كيعين وكيعين هنايا ويحدد هنا. هاد تلامة اخرى قال لك السي عبد السلام ادت الى انكسار، هذا السكون ان كان من الفقهاء الورعين، من انزوى وسكت فذلك انحطاط عند الائمه. السي العبادي ماشي انزوى انحطاط، السي العبادي الان كيطبل لهم، اصبح بوق كيشر عليهم، الان الامر خطير عليه، ماشي الحين اصبح واضحة وضوح الشمس، لا يتحدث عن الصحبة الشخصية. وش قال لك سي سام؟ ففاتهم سبحان الله كيف أخذ المحدثين الحنابلة كان إمام القدر كل شيء إلا مسألة الصحبة التي لا يكادون يعنون اهتماما، ففاتهم استخدام الصحبة الشخصية وفاتهم بفوتها البداية الصحيحة.
هنا جبنا واحد القول وكنعاود ضد كنعاودوا ضد كنقولوها دائما، وكل زلات يمكن تداركها الا زلات اديه المرشد فانه لا يمكن تداركها باي حال من الاحوال، ان كان من المواجيد وبهذا الشيء اللي كان الاحوال اللي عند السبب فيعد استدلاجا مع المعارضه لسيدي الاسلام. باقي المعارضه يجب ان نعد استدراج. دابا الصراحه اللي كاين الان هو كيف تعد ما يقول السلام بادي استدراج لي ولك الى طريق الشر، صلى الله السلام والعافيه. هذا هو اللي غادي نحاولوا ان شاء الله تعالى في قابل الايام باش هذه حقيقه والله الاخوان، انا ما كنقول داك الشيء اللي ما قنعتي به لانه انت ما بيتوش هكا، في قابل الايام نحكي به علينا لان سيدنا عثمان وسيدو سيد شكون السيد سكوت ان يمساك بعض الصحابه مخافه الفتنه هو الذي ادى الى مقتل سيدنا عثمان، اما قتل وايد عفوا وقف سيدنا علي. دابا المقتل سيد ديال السي العبادي بالحرمان والسطرين، المقتل ديالو دابا كيبان لك في المقتل ديالو مسكين، اصبح ينطق واصبح كانه كي قلنا بحال دوك مرتزق عندهم، كان عنده السي العبادي عنده الدين اسلام وايمان واحسن. دابا الدين ولا سوسيولوجيا الدين وسوسيولوجيا ديال هذا، اصبح المثيل البشري هو اللي كيقود، اصبح الدائره السياسيه الشيعيه التي تقود، اصبح خادما عند اليسار ويمين، اصبح بوخا. الان الكلام خطير، اصبح الان السي العبادي ليس امينا بل اصبح خائنا للامانه بعد النصوص اللي كنقول لك بوضوح. انا كنقول دابا ودي دابا نص شريط، انا كنغوط وجعواق، ولكن دابا انت الشريط واش هو جعواق شريط؟ لا نحتاج الى من يردده. واش انت دابا شريط كلام سيدي عبد السلام اصاحبي؟ ماشي دابا صعوبه باش يصيفطوا باش 32 باش ديروا من يخلفوني تصيفط هي تصيفط غير تصيفط. ولا ما معنى ذلك؟ معنى ان الحرمان، معنى انك التوفيق، معنى انه لو حاسب لك بدا كيتبعد على الخير، بدا كتبعد على الخير. الخير هو السي عبد السلام، سبيل البصيره هي السي عبد السلام، تبي تبع البصيره ديال العبادي، العبادي اي بصيره عندها. واش انت بتخلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبع امنا عائشه؟ هذه قالها سيدنا عمار يا امه، قالت له والله انك لقوان بالحق، قال الحمد لله الذي قضى على الفم ديالك. هذه ام المؤمنين التي اساءت التقدير فساق قدر الله سابق الى موطن مواطن الفتنه التي دمرت الحكم الشرعي في كل عبادي وغيره، هو يسوق قدر الله سابق الى موطن دمرت كتدمر جماعه النقل. اما الصحبه دابا الحمد لله احنا الصحبه محافظه، الرجل يستدل بدون توسل بقلبه، هذا كيبين لك بان السي عبادي لا يستحق هذا الشرف لا يستحقه البتة. لأن علاش؟ لأن لعبوا معي الدراري الصغار دابا، لا يستحقه كما أن سيدنا عثمان بن عفان لا يستحق أن يكون بعد سيدنا عمر، كان سيدنا علي لا يمكن أن يكون انكسار، لا يمكن لو كان سيدنا علي، ولكن انكسار الخلافة 30 سنة هذا قدر الله السابق. الخلافة بعد الرسول وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ملكا عاطلا، وسماه سيدنا عبد السلام الحرمان والسلم، والسي العبادي فيه ينزح فيه. الآن هذا شكون يتكلم؟ قل هذه سبيل ادعو إلى الله على بصيرة، كيبحثوا عن شعرك بحث التكالة القسام سبيل الملك في القناة عن سعيد حواء إلا تجديد مات ما بقاش ما مات ما علم حسن البني بحثوا عن تجديد، وكان هي والو لا تجديد تبرك يسماها سيدنا عبد السلام، إيه هي التبركية؟ والتبرك غير السلوك، تبرك السجاده كيكسعوا كاس هذا بس العبادي شيخ التبركيه وهو عارف بالله قاصر عنده سند متصل ولكن قاصر عن يكون مشي خط تربويه. هذه على سيدي ربي ما اختاروش، عاد سيدي ربي سيدنا علي اكبر من سيدنا عثمان بن عفان اصاحبي كبر، هذه باينه. علاش ما بغوش سيدنا علي واختاروا سيدنا عثمان بن عفان؟ اختاروا بذاك الانتخاب واخا اختاروا، علاش؟ لانه سيدنا عثمان هو اللي يليق لهم يخدموا به، سيدنا علي لا ما يمكنش، سيدنا عثمان هو اللي بغى الشيء هو اللي خدم به في الاخر مسكين، ومسكين جروه كيجروا فين ما بغاو. هادشي اللي كيديروا دابا العبادي جرينو فين ما بغاو كيجيبوا دابا التصاور معاه كيسواش هو مشى عند منير الكراكي كيلعب به. حنا السي العبادي عارف ما كنقولوهاش، منير الكراكي داهيه مرواني معاويه مجرم بمعنى الكلمه، شقروا الكتاب ديالو كيبحثوا عن هذاك الشرف داك ديال باش يدير يستعبد الناس ويخدموه ويدوه ويسافروا به ويخلصوا ويطلقوا الاموال ديالو مع بين يديه، وهو انك انت تابع المتبوع في دركات الخزي والخذلان. سير لك راه صيفطنا واحد النص ديالو غنعاودو نصيفطو هاد الايام حتى ترسخ، تبقى الى ابد الابدين الا ان يتوب، الى تاب هادشي اللي بغينا حنا، يتوب ويقول استغفر الله ويرجعوا عن غيه. وسمعت بانه الشيباني واقيلا جرى عليه من مجلس الارشاد، لا استبعدوا، ذلك ان علاش ستالينيا دابا شي كيضرب شي وشي كينتق من شي، لا استبعدوا، لانه هو بعدا خال الامانه وكيف كيقول منهاج النبوي اس ام اس 600 ذاتيه وغادي لكندا وكيدير وغادي هنا وكيدير، وما عمره قال للناس لا يدعوا الى الشيطان، المنهاج الشيطاني بامر هذوك صحاب تاعهم هما لا عبد الحميد قابوش ولا ياسين الحلو ولا توفيق، اش كيديروا؟ كيدعونا يعني يتصرفوا الناس كل يقول انا زعما الصحبه زيد بن سلمي هي كلهم انا لا اصبحوا مغاليق للخير
الا من الشر الذي يخرج منهم. مفاتيح الشر والشر هو الانا. الانا حب الرئاسة، حب الدور، هذه كسر الدور، هذه خطيره جدا. وسمعنا اش قال لك سبسم واحد مسام، ثم ان من اي نسبه حق ماشي دوك اش خلينا في، اش خلينا في النص ديال ديال الغازي في الاول، من النصابين بحال منير وهاد النصابين هذوك مجرمين، نصابين بغاو يخدموا بالصحبه وكيقول لك كتبوا عليك، ولكن لان قال لك سبسم فاتوا العلم، فاتوا العلم كله. رجع النص، رجع الاوديو اللي درت في الصباح، رجع الاوديو حتى تسمعها، وسير سلوك الامام الغزالي. الشرط الاساسي في الشيخ بعدا نعرف الشرط، الشرط راه ماشي اي واحد يجي ويدير لك الشرط الاساسي. قال لك ثم ان من اهل هنا، وفي الشرط ثم ان النسبه الحقيقي ماني صحاب عارف ان واصل موصول السند، لكن في سياق سرعه مرتبط يمشي خطر. وهذا بحال السي العبادي والسي عبد الكريم العبادي العالمي. ولا يعرف كثير من الناس كيف يميزون بين الشيخ المربي الذي هو بغيض الطريق وبكنز الاسرار، ورا الله اللي كيدير، وبين شيخ التبروكي الذي جلس على السجاده بعد وفاه الشيخ. دابا شحال كلهم جالسين على السجاده، كلهم كيقول لك انا جالس، كلهم كل واحد كيجر منها تقطع. واشر زرت له ديك السجاده، السجاده اللي بيكون كانت سجاده وحده، واجرت له، اجرت له، اجرت له، مازال عند الزاويه كتلقى دابا الشيخ هذاك التبروكي بقى جالس واحد. دابا جرت له، كل واحد جر منها شويه شويه شويه، مره 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 كيخيطوها ويديروا شي واحد اخر عليها مره جرت. وقد يكون هذا صاحبك شفين وكرامات، كشفين وكرامات صاحبك شفين وكرامات، ها هو عبد الكريم العالم عبد وكرمت وكرم. ويكون ذاك لا يظهر عريش من ذلك، فإن حاز الناس إلى مضاري وتروج الإجازة المكتوبة الشيخ أنا الشيخ والإذن الشافوي، الإذن هي الإذن الشافوي هذا، وإلا الأمر من قبل من بعد. هذا كثير من الناس عاد جاي لك هذا المجرمين، صاحب سوسيولوجيا الدين، هذاك المجرم ديال 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 عالي تيزنت اللي قلتها لك، دير مشي وبدا كيدير عليا. مشى وقف عمر مكاسو، قال لي ما تواصلش مع الجواني، جاب الله عليك انت دابا اللي منعوا الكتاب ديالك، انت قلتيها، انت يا المجرم حلف قلتيها لخالد البكاري، سي خالد البكاري قلت لي، قلت لك قلت للسي عمر مكاسو مابقاش تواصل معاه، انت قلتيها المجرم صاحب سوسيولوجيا الدين، هذا عالي تيزنت. فجاب الله عز وجل حتى نشهد انك كتبلحس غادي بيت نصر كتاب في معرض ليوباع، زعما كدير سوسيولوجيا وبيتي تسيني بحال انت زعما قال لك دوك عرفتي كيف دوك اليسار ماركس ولينين وداك دوك المجرمين صحاب اليسار الاسلامي حنفي وزيد وزيد وزيد. انت دابا هو طه حسين وداك اللي غيره صحاب الطاحون الاسلام الغربي، الطاحون الغربي يا صاحبي، انت المجرم، انت علي تيزنت قلتيها بفمك، قلتيها ومشيت انا عندك وعيطت لك قبال الاخوان، هذه سبع سنين وثمان سنين عيطت له قلت له نجي عندك، وهو كيحفر من جهه. سولوا السي خالد البكاري، يجب ان يتحدث الان هذاك خالد البكاري، قول الحقيقه كما هي بلا ما تبقى تنافق، قول اش قال لك السي علي تقول، كون عندك الجراه. السي خالد البكاري ديال العربي ابو حازم وتحدث، انت ما كان ماذا كان يقول لك علي تيزنت حينما كان بيجرك عنده عن الجواني ومن معنى كان خير اقول اش قال لك، وقال لك هو اللي قال لك عمر مكسوك السي عمر، قلنا لي ما تبقاش تواصل مع الجواني. ما رجع عنده القاب من بعد فاش لقاو بان خص يجيب الخبر يوم الجواني، هما يطلقوا لي تلقوه تلقوا عمر مكاسو كيتواصل معايا، قالوا ليه هكا ولا علي تيزنت يتحكم في مجلس سيرجاد. فهذا اقسم بالله الا قال لي السي خالد البكاري، قال لي علي تيزنت هذا المجرم دابا هذا صاحب سوسيولوجيا الدين، لعنه الله على على, على الشيطان وعلى هذا الشيطان سبول الدين غنسبوا الشيطان المتعدى اللي انتم دابا كيشربكم، واللي مهم هو كتشربوا الجماعه. حنا دابا نقطعوا لكم هذا الشيء، لان علاش ما مزيان لا لكم، لان كنا توليو كتفتحوا ابواب الشر ماشي كتخلق ابواب الخير، اصبحتوا مفاتيح للشر. انت علي تيزنت شحال هذه كتوقف الخير، انت قلتيها فمك جاب الله تعالى، دابا كنشهدوا انت دابا حبسوك ودلوا الادلال وكتطلبوا باش نزل كتاب في معرض الكتاب. لماذا؟ اللي تريد ان تبيع شبيع، تبيع التخت ديالك انت باسم من؟ باسم السي عبد السلام. شكون انت؟ انت امين، انت خائن، خائن لوسيط السي عبد السلام. كنت كانت الصحبة محترم لحرمة صحبته، كان فيك نور، أصبح دابا الظلام وكان عندك خايب، كنت كتشوف الرؤى والمشاهدة. الآن أش كتشوف؟ كتشوف التشيطين دابا، أجل تبيع وتشتري باش بالسي عبد السلام. بماذا تفعل دابا؟ مني ماذا تشرك العسل وغيره؟ وأنت قولها حقيقة هكذا قيل لي، وأنت أنت 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 علي تيزنت أنت كذبة، العسل كتبيعو ديال قيل لي من مصادر كثيرة، أنا بلا ما نقول لك دابا من مصادر، بأن أوراق كيشري عندك العسل المقر. انت اصبحتم الجماعه اصبحت سوق بحال دوك كانوا دايرين ديك اسامي دوك التنميه الذاتيه، القات الجماعه سوق كما ان الشيطان دير فيها تبيع الشبكي على طريق منير. البيع الشبكي هو سبقهم الشيطان ليه، كيديرها من المشيخ من داك التبركي كيكفيه وكيكبوه في المريد، لان هما كان ميتبين يدي غاسل اللي قال لهم كيشربوه بلا ما يحتاجوا يديروا بحال داك الشيء ديال التنميه الذاتيه ولا داك الشيء ديال البيع الشبكي اللي كيدير هذاك اللي كيديروا هذوك اللي بلا ما نجبدوهم دابا صاحب التنميه الذاتيه اللي كيقول لك البيع الشبكي
كيبيعش بيع شبكي انت اللي الشبكه داير كيبليس اللي بيع الشبكي يديروا ابليس في مونير الركراكي كيكب فيه وكيكب في المريدين الواثق وامن معاه سير الواثق مسكين الراجل وزيد لك عند هذاك الخشاعي حتى هو كيخدم به مونير الركراكي وكيبيع لنا حتى هو كيدي شويه نصيب انا حضرت هذا الشيء كنعرفهم معرفه كامله وكيجي راه بصمه مدريد قالها لي عليه وكيمشي للمكاوي يبدا يصور ويجمع واحد الجمعيه مسكين في المدينه ويدير لهم يبدا يصور ويجيب داك الشيء لسيادو هنا هذا عبد الحق الخشاعي هذا الان دابا راه عطاوه التيسع لانه دابا مبعدوا عليه دابا حتى واحد لا حتى واحد مابقى كيجي عنده هذه عالم علاش الحرمان طبيعي الحرمان والله لا خلى استعزام العبادي مابقاش واحد يسمع لي كلمته واجبرني انا هو اللي سمعت الكلمه كامله وبنيه صادقه ما كانش عندي هذا الشيء اللي كنت نقول دابا بقيت كنتبع لها على وعسى نقول يا ربي ولكن الحرمان والستالينيه ما خلاتش باقي شي واحد في هذا الخيط الحرمان والستالينيه بكل مقاييس وهذه طرق الاجازه المكتوبه للشيخ هذا هو الشيخ هذه التبرك التبركيه ماشي هي الصحبه ماشي الصحبه وراه قال لك سي حسام الا تجد مات مع حسن البنا يبحثوا عنه بحث تكلا اين هي النورانيه التي استهلك المحبه فين هي النورانيه فين هي خصها دابا رفع الحصار عن هذا الرجل كما رفع الحصار هذا الرجل عن هذا الرجل اللي هو الوارث من نستطيع بتوسل الله بقلبي اعطاه سيدي عبد السلام السوارت في 2006 قيلالي هذا قيل في 2006 اعطاه سيدي عبد السلام وخصنا حنا دابا الاضطرار ديالنا هو ان نحركوا داخل كل شيء يتكلم على انزال بسيطه باش ينزلوا الوصيه هذه بسيطه الامور واش كلام سيدي عبد السلام الوصيه المعاهده من يخلفوني واش كلام قالك سيدي عبد السلام عليه كبير وعميق وما نحتاج الى من يرد لا نحتاج الى من يرد دور وسيسجل وسيبت واش فيه لابد من بعد واش فيه عبد واحد متوكل بانه مشى عند واحد الجريده وقال لي ماشي بصيره الظلام دابا العبادي كيقول كيجيب لنا هذا عبد واحد المتوكل العمى ماشي مشكل ما يكون يسير العبادي يسكت الان كيقول لك ودي تابع سبيل ما تابع شنو الايه فيها باش نقولوا قل هذه سبيلي سبيل عبد واحد المتوكل ماشي سبيل السي عبد السلام كيقول لك العبادي دابا اصبح كيطبل كيجيب سبيل ديال المجرمين ادعو الى الله ادعو الى الشيطان ادعو الى الله على طريق الشيطان الغزالي قال لك ودي سبيل الدين غير سبل الشيطان متعدده على بصيره انهم انت ماشي بصير على ظلام على 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 ظلام على على ضلال على العمعمه على من تبعني سبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين ما معنى سبحان الله وما انا من المشركين من المشركين بهذا الشيء ديال 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 سيدي عبد السلام من يشرك الان بكلام سيدي عبد السلام الوصيه من يشرك الان بكلام ديال الكلام ديال من يشرك الان بالوصيه المعاهده من يشرك الان بكلام الكبير والعميق من يشرك به سي العبادي يشرك به يعني كي يشرك يعني لا يعتبر الشرك شرك به يعني لا واي دخلوا يا شروط قالوا اننا معكم يعني لا يعتبر لا بد اما اصبح البصيره هو عبد الواحد المتوكل وهذا الشيء باين دابا البصيره هي القياده هي داك الشيء اللي كيقول والعبادي كيطبل لهم بنو اميه هو اللي دارهم دابا بحال سيدنا عثمان بن في الاخر ديالو مسكين وهذه نهايه علامه على نهايه هذه الفكره ديال السي عبد السلام قال لك لا بد من بعد وهذه بدايه قريب ان شاء الله تعالى يظهر كما ان ديك الساعه قريب نسال الله السلام والعافيه الملك العاض سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الملك العاض قريب وسيدنا الحسن تنازل انه صافي ولا الناس ديال المقعد دابا لا سبحان الله اصبحوا الرجال وهذه علامه على قرب ظهور رجل السي عبد السلام قال لك لا بد من بعد لا بد ان ياتي بعد وهذه هي علامه على ان الضرب بداو كيتكلموا السي حميد حسوها الناس رجال بداو كيخرجوا كيقولوا اسمح لي بداو كينتفضوا كينتقدوا كيقولوا ودي هادشي العبادي ما انزل الله هذا بمن سلطان مخالف لكلام السي عبد السلام العبادي دابا وصيه ما قادرش ينزلها الغيب فيه بين مسلسل مسكين الحرمان ضربوا الستالينيه ضربوا فهاد القدر كفايه ياك ونلقاكم ان شاء الله بعد قليل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وازواجه وما ديماتي بيتكم استعاذ سيدنا منك حمد مجيد سبحان ربك رب السماوات والارض والسلام والنصر الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه واخوانه وحزبه الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهاد الكلمات صلى تكون موفقه مباركه إن أحسنت فمن الله عز وجل وإن أسأت فمن نفسي واحد النقطة نقولها أنا هي فعلا كان قال السيد عبد السلام في 27 على ما أظن 2012 في 11 قال لي الشيطان باغي أنت الشيطان باغي يوقفك أي حاجة في راسك حاجة وحدي إذا عزمت فتوكل على الله ما معنى هذا ما معنى ماشي أنه أنا معصوم ولا اللي قلت له هو كلام صحيح لا 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 ولا اللي قلتها لا باش نكونوا متفقين ما اصبته فمن الله ومن اخطاته فمن نفسي
الا قلت شي حاجه فهي فاتحه داكشي اللي من فضلي مما اللي مشكور الناس اللي مشكور له من فضل ديال هذا الراجل ديال سيدي عبد السلام جزاه الله خيرا عنا ورحم الله بيديكي. حنا ملي كنقولوا هذا الكلام غير ان هادو كيزيدوا كيسحبوا بحال هما يعني هما اللي صافي الباب ديالهم هو الباب ديال سيدي عبد السلام يعني اللي قالوها قال سيدي عبد السلام وهذه خطيره جدا. اصبح كلام القياده كانه كلام سيدي عبد السلام. واخا دابا شوف دابا هما رافضين شريط الوصيه معاهده من يخلفوني 32 دقيقه ديال سيدي عبد السلام وحد في عبد الواحد المتوكل حدو تحذير شديد. ورغم ذلك 10 سنين دابا من 1000 3000 يوم تقريبا ولا هما بين الزواج يعني معارضه حرب شرسه. احنا ماش خسرنا دابا الا درنا نازل القدر بالقدر بينك وبين الله عز وجل. صليتي نفسك ما صليتيش ما صليتيش نفسك خشعتي نفسك ما انت علاش بغيت تضرني انا ولا بغيت انت دبر راسك فرعون كاع بقى شاد وقتل ودار مروان معاويه سب سيدنا قاتل سيدنا حجره مات حتى هو سمموا سيدنا الحسن سمتوا زوجته الفساد والافساد هلاك ومتيدي غلم من قريش. هنا واحد النقطه دابا كاينه حيره وهذه الحيره مهمه جدا علاش هنا تكسير هذه الاصنام هذه ماشي سهله فعلا. ايوا الاخوه الكرام هذا كلام باش نكونوا واضحين. سيدي عبد السلام قال في هذاك الشريط شريط الكتاب راه الكتاب الى القياده ما دارش الغيب يعني مشات عكس الاشاره الالهيه اذا اراد ان تحرف تتجه عكس ما تشير الاشاره الالهيه والاشاره الالهيه حدث سيدي عبد السلام ان الله اعطانا ما لم يتغ غيرنا من قبل تواتر رؤاكم وشهادتكم على أمرين معناه إشارة إلهية على الذي تواطأت قلوبكم والصواب. هادشي علاش باش تعظيم الغيب اللي ما بقاش دابا ولا غير ديك الإسلام الفكري السياسي الحرفي هاد ماشي كنعتمدوا على الغيب في الأمر الشرعي لا ولكن التحديد سيدي عبد السلام تعظيم سيدي عبد السلام هو اللي قال لنا ماشي كلشي اللي ذبحوا بقرة كاينة في كلشي لا في هذاك الحدث اللي سيدنا موسى قال موسى قبل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا ملك الله الله عز وجل هو يختار سبحانه هو اختار رجل من نستدير ويتوسل الله بخير وانت بتجيب لي السيد كعبادي والسيد كعبادي كلمة هذا هذه ما فيهاش شوف نبي الله تعالى اختار قلمودي الله اختار طالوت ملكة الله لك يختار الله إن الأنبياء أولى لهم من علم واحد هنا واحد نقطة مهمة كيقول السيد بسلم ويحاكا سماه رسول الله ملك عاد بعد 30 سنة وتسميه خلافة على من أجل خلافة نبوية ولا خلافة راشدة على معاوية ومن معنى اسم ملك عاد هذه يعني قدح فيه ملك عاد سماه سيدنا بسلم حرمان ستالين يا حرمان وستالين ماكاينش نسمي حاجة أخرى لا تنتظروا مني أن أسميه وشعره هاد الحرمان وهاد ستالين يعني كتضرب دابا في الجماعة باش ستالين يشد على القيادة كتضغط على الجماعة والحرمان كيضرب فيهم نسأل الله السلامة فيها والجماعة التفتت والتبرك والنقابة الصوفية هادشي علاش لماذا؟ لأن الصحبة خرج لنا عدم تعظيمهم أولا وآخر كلام سيدي عبد السلام. أنا أستغرب كيفاش الإخوان ساكتين أصحابي وسكوتك علامة سكوتك راه كيجيب عليك أنت الأذى ماشي تسحبني أنا يا ولد أنا أقول خربق ولا أحمق ولا أنت تدبر راسك قول لي عجبك أنا أنازع القدر بالقدر أنا القدر المطلوب مني الأمر الشرعي اللي مطلوب مني هو هذا باش نكونوا فايقين مع في الوقت في الغدية ونبلغوا كلام سيدي عبد السلام كامل مسألك ومن يسألك أما استجبتي ولا ما استجبتي ولا أدرتي ولا ما سوقك أنت تبعتي العبادي وتبعتي عبد الكريم العالم وتبعتي معاوية وتبعتي سيدنا عبد الله بن عمر وتبعتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل قوم هلكا تقود امرأة من الجنة دابا هادي راه زوج راسي من الآخر دابا ضمنتي لها هادو دابا هاد القيادة ضمنتي لها الفردوس الأعلى قوم هلكا ثانيا ملي كنقول لك أودي دابا ويكون عارف الله ولكنه عنده متصل السند ولكن يقصروا في مشيخ المشيخة التربوية المشيخة ناكلوا أمرها إلا نجي أنا دابا ونحط راسي فيها ولا تحطني أنت تحطني ما نحطك أنا كنقول لك بيت حط مولي رسي نحطه بيت حط العبادي صح بيت حط سعبد كلمة أنا كنقول لك هذا الشيء كاذب في كاذب لأن هذه من كتحط هادو ما حطهم السيء بسلام هادو خلفوا السيء بسلام هادو الآن يخونون الآن خيانة الأمانة سيدي بسلام هادو الان يحاربون كلام سيدي عبد السلام والسيف هذا راه شكون ولكن الامين ديال الجماعه هو السيف سلام هو السي العبادي هذا الامين هذا الان راه ممنوع كلام السيف سلام اللي كيكذب علينا دابا ولا كيكذب عليك انت دابا تبعو سير تبعو انا كنقول لك هذا كلام كنقول لك اليوم وغدا وبعد غدا باش تفيق
اشنو اشنو الدعوه؟ اشنو الانبياء داروا؟ يدعون الى الله، لا اله الا الله. اشنو دابا باش لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوه الى الله توحيد الله عز وجل. الانبياء من سيدنا ادم الى ان تقوم الساعه الاولى دائما دعوه واحده الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيدنا ادم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واحدة، توحيد الله عز وجل، ماشي هادو آلهة. دابا أنت أصنام، هذه قيادة اللي خدم خدم راسو، ما درتيش حاجة على راسك، لا الجعواني ولا غيره، سبيتي سفيت تعيا. أنا كنقول لك السي عبد السلام سماه الحرمان وسماها قيادة ستالين، واحد كيقتل في واحد ما كاين غير واحد. ستالينيين ما معنى ستاليني؟ مجرمين، إجرام في حق السي عبد السلام ماشي في حقي أنا. هذا عبد واحد المتوكل دابا، هاد الرجال اللي كيخرجوا دابا الان في اي تيكي، هذا تخيل دابا منذ زمان هما كيحاربوا هاد الجعواني. هذا شوف العربي ابو حازم كيفاش كيتواصل، يعني حرب خفيه، خطير خطير. داك الاعلام عنده يعني عنده واحد طاحون ديال يعني صلى الله عليه وسلم، واحد يعوذ بالله، واحد اش كيسميوه هو في 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 داك في داك في دوك الكي جي بي، دوك الجهاز السري يا صاحبي، يعني خطير جدا يا صاحبي. بقيت دابا عبد الصمد الرضا ومن معاه، خطير جدا يا صاحبي. كيفاش كيتجسس، كيفاش كيخدموا، كيفاش كيتحركوا، كله علاقات بالجواري بخير صلى الله السلام والعافيه. ما عندك اودي، مالك اودي اشهد، ضيع وقتك هذا دار معاه الزيت ولا دار معاه؟ يعوذ بالله. الله تعالى دابا هو كيطلع الله عز وجل، هو هذاك سوسيولوجيا التدين، التدين ديالو هذا السوسيولوجيا، ماشي خرا. هذه علامات الحرمان الصالينيا، هذه العلامه ديال علامات الملك العاد، هلاك امتي وغير من قريش. اني اش سيدنا علي وسبوا على المنبر، بقيت غير انا كنقول لك ودي سيدنا علي كيف الصحابه، كيفاش تصيدوا من سداد هذه الصحابه؟ قال لك سيدنا انه ما كانوا يظنون الخير سيصل الى العيب بالدين. راه الصحابه كانوا ما كانوش كيتمادوا، راه الصحابه صاحبي، فما بالك انا وانت. راه خطير داك الشيء اللي كيوصل، خطير جدا على هذه القياده. ستتفاجئوا وتقول كيفاش هادو السي عبد السلام صبر عليهم، كيفاش سيدنا محمد صبر. هذه دعوه الى الله صاحبي، راه عارف المنافقين وعارف بنو اميه وعارف كل شيء وعارف هذا، ولكن انت واش انت هذا امتحان لي وليك انت، باش واش حنا مع السي عبد السلام ولا مع هادو؟ حنا ما كنهضروا كاع دابا على الرجل، كنهضروا على السي عبد السلام. هذا دابا هذا الرضا هذا ما عرفناه هذا اللي كيهضروا. واش انت صاحبي السي عبد السلام وكتستهزئ به؟ واش انت كلام السي عبد السلام وليدي كتصلوا دابا انت بطريقتك؟ واش هو كاع ما عارف باش يحدد وانت كتحدد؟ واش انت دابا فين هاد التخربيق؟ واش هو كيسميه ملك عاد وتسميه انت خلافه؟ واش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما انا ما ديت علمي علي بابه ودي انت معاويه؟ واش انت مروان جرى عليه وسيدنا عثمان كاع دخلوا تبع سيدنا عثمان دخلوا مروان؟ اش التخربيق هذا؟ واش انت واش ام المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بيع على سيدنا علي قتالهم 14000 تقتل؟ على سيدنا علي خرج علاش؟ والخوا علاش خرج سيدنا علي؟ علاش ما يبقاش ويجلس علاش؟ أميرة حنا دابا واش قتلنا؟ حنا دابا كان انا شتيني قتلت شي واحد؟ انا دابا كتقول لي كنسب، انا شتيني دابا كنقول لك الحرمان الصالح، كنقول لك مجرم في حق السي عبد السلام ينزلوا، ما بقاش نقول لي مجرم. واش ما كيتسماش اجرام هذا؟ سرق سرقه هذه؟ والسي عبد السلام سمع حرمان والستالينيه واش قال لعبد الواحد؟ اش كنقول هذا الشيء؟ لانه علاش ابليس لعنات الله؟ حنا دابا في حرب مع الشيطان، ان الشيطان يوحون الى اولياء من وجهكم. دابا شدهم الشفر، شد الجماعه شدها ودار عليها، ولكن هذا ما يمكنش، لا بد من نزعة القدر بالقضاء. وقرينا هذه القضيه، لا يضطرب عقل المحسن فيها من حكمتي له مواقع القدر في حكمه القدر ومواقع القدر، ولا يفقد قلب امانه طمانينته ولا حركته فاعليته ونشاطه اتخاذ الاسباب. ما يمكنش حنا نسكتوا على الاسباب، هذه الاسباب يتعبدوا، حنا كنتعبدوا بهذه المبادره والعمل الصالح الدؤوب والاسباب تعبدا دون ان يحاول هذا كسير القدر. ايمتى؟ انت بيتي تكاري ضاع، انت وفين يخرج؟ اه يا انت دابا انت ما سيدي ربي يقول انتي خرج، قلت سيدي خلافه 30 عام، قول اجلتي كاع علاش قلتي لعبد واحد؟ علاش ما عبد واحد ما دار؟ دبر راسك معاه، علاش من يبحوا على امنا عائشه الكلاب علاش ما رجعت؟ هو سير سبها باش تمشي لجهنم تولي رافيدي. سير سير دخر على سوقك انت، هذاك دابا هادي عمرك انت. انا ماشي الله، انا ما غاديش نجلس معاك في قبرك وما تجلس معايا في قبري، ولا اعبدك ولا اتعبد بك ولا اتعبد لك ولا اسمع لك، لا انت ولا سيدك العبادي ولا سيدك علا. انت سير قول اش انا مريدين هكا ولا اش انا دار. انا كنقول لك ودي دبر راسك، انا كنقول لك يضحكوا عليك، انا كنقول لك ها نص قطعي ديال سيدي عبد السلام، ها الشريعه، هيا ها الشريعه، ها هو الامر الله الشرعي، الوصيه ديال سيدي عبد السلام كلام واضح، هذا هو امر الشرعي.
صالح الدؤوب بتاع بودا دون ان يحاول هذا كسير القدر الذي استأثر الله عز وجل وجعله بلاء ببالغ حكمته. بدين السر القاسي بدين بدين تكون انت سيدي الله بلاصتك وتكون رضا حرا سير هتكو وقول فينا هو يمتى يخرج وسير قول السير زي ما خرج وشوف فينا هو المغناطيس وتير بلاتي كتنقزها بوحدك سير انت دبر راسك من يريده الله ماشي من اريده انا ما داخل معك في هذيك المرجا ديالك انا لا ادخل ولن اسكت ولن يرهبني سكوتك وكان بين لك بين داك الشيء ديالك راه كتخربق في القدر القدر لا تعرف وسير قرا بعد السير تمشي راه كتهتك فيه المحسن مع امره الشرعي مع امر الشرعي يقبل ما جاء به الشرع من تكاليف ويبدو الاقصى في انت بعد امر الشرعي والسعي بسلام بعد قال لك نص قال لك نكون فايق وعارف الوقت فين غادي منين مع عبد الواحد قال لك ان سكوت وهل نسكت ونصغر انفسنا ونحن لا نستر خطوه خطوه في هذه المعيات قال لك ودي لها عبد الواحد متوكل هتاك وسبق لي انا سبق السير بسلام قال لك السير بسلام واش كاين مشكل قال احنا صافي كملنا احنا حلينا هذا المشكل تساوي انت حليتي انت هو اللي كتسير الله انت هو الكون ديالك هذا تولي بيت عارفين متى تولي جبتي بيت سيد ملك عاد ملك جبري بيت انت توقف فيه كان سيدنا عمر بن عبد العزيز في ملك عاد كان بوحده خرج لحكمات الله عز وجل ولكن بقى الملك عاد واش تقدر يدير شي الملك عاد دابا كاين الحمار والسطالينيه الى ان يضع الرجل من نستضل بيضي وتوسل الله بقلبي وقلت العبادي قلت لي بقلبي رجل ماشي قلب جماعه ياك ونعود نقول احنا ما عمر شيء فاذا جاء امر الله الكوني وقدر محتوم لا بما لا تعقد العبد به ولا حيله في تفرد يا بقضاءنا قد تسبونا هذه مشكله انا خاف كتسبني كتجيبها في راسك انت قدر الله قدر انت تتخدي في قدر ما كنت تحب انت دابا فمك قول لي عجبك سب ودير وطبل بهم وغني بهم وتبعهم انت وعبدهم ودير كي سيدنا عبد الله بن عمر هذه حياتك هذه سير مع معاويه كي مشى سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص ولا سير انت قتل ولا سب سيدنا حوجه ولا دير معاه انت ولا رفع داك سوقك انت ولا دير اله السير عبادي ولا دير هو الشيخ المشايخ ودير سوقك هذاك انت انا كنقول لك السير مسلم ها كيفاش الاهليه انا كنقول لك ودي هذا السير عبادي القميص دابا سيدنا عثمان قتلوه وخلوه غير القميص ديالو حاطينو دابا وكيبكيو عليه كيقول لك هو هذا انا كنقول لك اش كيقولوا سير عندهم انت دير لي من اجنبي وسير تعبد الشيباني وعبد هذا وعبد سير عطيهم فلوسك وخذ سوقك انت هذا انا ما نسكتش لن نسكت والحمد لله النصر حالفنا والغيب معنا قدر الله كل يوم كيحطمهم وكيف فضحها كيف فضحهم وكيف فضحهم كاش كانوا كيديروا مع سيدي عبد السلام واش انت سيدي عبد السلام سيدنا محمد وما حل المروان جرى قال يا سيدنا عثمان بيه قد عليه راه قد عليه شنو دار ليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اش قال لا ابو سيد انت بوحدك قال لك الخلافه 30 عام 30 عام راه شويه راه غير ونقص كسر جاب مولك حاط مولك سير وقف وانت سير قول انت الخلافه الامويه والعباسيه وسير دير اللي عجبك لا بما لا تقدر عبدي ولا حيلة في يد في راضي بقضاء وكان له الرضا قوه لا ضعف واخا كتعمل انتباه لا خون مشاركه مأجوره ايجابيه لا معاناه سلبيه بالنسبه كتعمل معاناه لا معاناه المعاناه عندك انت وليد الدرهم ودابا بركان يا غلي داخل يا جماعه غادي يهزموا النبي صاحبي شكون هو السي عبد السلام اذا اراد ان يحرق بسي عبد السلام عكس ماشي جاي بحال ندير شي قياده جماعيه درتها انايا اشني قياده جماعيه العبادي والنائب ديال عمرك ترامب وبايدن بايدن وترامب قياده جماعيه ما كايناش هادي كاع بحال كيدير الصين وصاحب واحد كيخطف واحد ما كاينه واحد صافي لعبوا انت عليها يا بعد لعبوا انت بعد ما دوزت انت بكثير ساعتين الغريب هو انت دابا لا تعترف علاش اللي خلاك شوف المرض يضربك من الداخل باش يخليك تسكت السكوت كيقول سيدي عبد السلام هو الذي مكن الرعاع من مقتل سيدنا عثمان يضرب سيدنا السكوت يعني في احساني قضي ضمن صعوبات رجل حي اقتضاب من محاباه لهذا الفكر الحرفي خرقوا في الدين وفي الدين وفي الضيق في الدين ضيق في الدين ديالك انت دابا بعدا انت واش خروجك بعدا وكاتم يستجيب ابن تيميه رحمه الله وتم يدرج بكلمه شيخ عبد القادر الناس اذا دخلوا الى القضاء والقدر امساك وقال لك سكت قال لك الا كاين هنا يسكت يخرج وانا فتحت لي روز النافذه فنزلت قضاء اقدر حقي بالحق الحق كان نزعم دابا بالسي بسلام وسيدي ما لقينا باطل الحق وين نزلوها للحق الحق هو داكشي كتسير والعارف ان يكون منازل القدر الا واقف مع هما دين الباطل هما اللي فيهم التخربيق هما الباطل حنا نقذفوا الحق على الباطل دماغو حنا كنضمغوا فيه الحق هو كلام سيف موسي على قلت لك قلت منازل القدر بالقدر ومسارعه باتخاذ الاسباب المشروعه المتاحه لجلب المصالح وهذا الامام فاس كان تحركوا الحمد لله رب العالمين والطقس والصلاه وكنديروا الاوديو داكشي اللي فتحين الله عز وجل ما سدينا يا جماعه ما هضرنا في الاوديو تسدوا عينا ولقنا التهام باش يدمصوا الوصيه باش يخربوا الشفاره مجرمين بامتياز محرومين
بنص ديال السياب زعما الملك عاد بامتياز كسما سياب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسمي انا خلافه هادو محرومين ستارينين سيسميو كيما بغيتي انت حصولهم قدر نسمع على الجلبي قلت فمسارعتك الى الفعل واجتهادك في قدر من القدر ونحصل مرادك على كل حال ان لم يكن حصول مقدر حرص على احراز افضل النتائج بافضل الوسائل وحرك سلسله القدر ثم لا عليك فيما يخلق الله جل وعلا يخلق الله عز وجل هو الخالق اللي انت خالق معاه رضا حرزي له واحد ويبقاو تسنوا انت فهمتي انت بس فهمتك انت ينطق بك الشيطان انت تنطق باسم الشيطان انت نائب عن الشيطان انتم دابا كلهم وهم اش قال سيف قال الشيطان وقف قول الله لو وقفتينا قال لي اه وكان حاضر عبد الحميد قابوش ماشي رؤيا ماشي الاول عليك 27 6 2012 وقال لي هو اذا خرجنا في المؤتمر معه ومع عبد خرج من خارجنا وسير سوره انا لا لن اسكت ولن يخيفني تقول لي لا رجع لا ولا واخا تقول لي انت الفردوس الاعلى ما كتحرك لي ديالك انت ولا غيرك انا كنغوط وما تبعني ما نتبعك شوف نزل شريط الوصيه هادو الشفاره ينزلوا شريط صافي المخرى كنغوط عليهم اليوم غدا اليوم غدا شريط الوصيه ينزل وتشوف كيفاش التصرف ديال هادي بداو ما دابا كيخربوا بيوتهم بيديهم الى ان اتي سيدنا على الخيبر وغادي يدقدق عليهم الباب حنا دابا قاسي كيف الصحاب علاش هو محلوا الباب ديال الخيبر واش يقول لي انت لاوي على سيدنا علاش ما فتحوا في السنه دابا سيدنا تاني قول لي ياك قلتي لنا دابا غرزه يلزم غرزه بيتحرك انت دابا حرك القاضي حرك انت دابا الشياطين ديالك راه يضاعوا دوك خياطي دوك اش كيسميهم ما سميناهم هذوك اللي كيتكذب دابا كيطلقوا دوك المرتزقه ديالهم المرتزقة ديال الشيطان تبع كاين المسكين اللي ما خرجوش هما اصبحوا اكثر منهم حرما ارتزاق مرتزق ودفع اول حاجه نزل الوصيه شريط وشوفني انا واش داب زعما وين نزلها وتشوفني انا كاع ما نبقى نغوط عليك ولا ما تغوط عليا غير نبدل كاع نقول لك اسيدي ما عنديش هادشي اللي بغينا حنا واحد اشهد ان لا اله الا الله واخا كافر كافر راه صافي اش نقول لي انت لا وعلى قد شنو اني ابرؤ لك بما فعل خرج نبرؤ لك لا ما ندخلش داك الشيء انا ينزل وتشوف كنقول لك لا هذا ولكن باش تطلع ديال العبادي فوق من السياب سموها دابا هذا لا يمكن لا يمكن واخا تقول لي الحفظ ديال الله السبع السياب سلام وكل زله يمكن تدور الا زله ادي تموش لا يمكن تدور باي حال من الاحوال وعدم انزال الشريط هي تعتبر زله سكوتك بالنسبه لزله السياب قال لك بلغ وكامل من سالك ومن سالك صافي نص ديالو قطعي سكوت زله هذا ما كاينش فيه الهضره يعتبر السكوت زله ادي المرشد ديال سيدي عبد السلام بعدا هذا فهمت فين خرج يخرج بعدا حنا تفاهم سيدي عبد السلام بعدا عظمنا بخيله غير الراجل دابا غادي نديروا ليه يحتج العسط والمهزوم بحالهم والمنهزم الفاشل بالقدر ويرد الله عز وجل على جميع رد وعلى المشركين حيث قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل لو شاء الله يخرج الراجل لو شاء الله سيدي عبد السلام يجي لو شاء انت بعدا درتي انت بعدا درتي عظمتي عيا السي عبد السلام معاك عيا ما يفيقك عيا ما يقول لك واش انت تستحق بعدا لو حاسبناك منا ما تبعت لو علمنا فيك الخير اللي جذبناك انت ما فيك الخير انت بوق ديالهم انت مرتزق لو علمنا فيك راه جذبناك نعم الله لو انت بعدا غير من تعظيمك السي عبد السلام من شوف اش قال السي عبد السلام من توفيق الله لابن تيميه وامتى ان ياخذ كلام زاد القلب ديالهم بالتسليم والموافقه واش انت دابا ما معنى انك ما نزلتيش ما كتنسقدش تنزل ما كتاخذش بالتسليم كتاخذ كلامهم بالتسليم السيفتي كتاخذ بواحد الصعوبه وكتلوى لك الداخل ديالك بحال لفعه وشوف دابا انت باش مريض سير قلب عليها الا بغيتي والا ستموت وانت مريض سير قلب الحجب عليها القص تموت بمرضك واش غتقول سيدي دابا تقول ما فراسك شتا دابا انت شارك الوصيه ما فراسك كاع بان ما عرفتيش كاع انت دابا في فيسبوك ديرها ما عرفتي كاع عبد الصمد اللي دار غادي يجري عليك ما عرفتش ايوا صافي بالتسليم والموافقه كيف كان ياخذون كلام ويجدون على الركاب بين كل الفقهاء والمحدثين والكبار الشاذلي الشاطبي والشوكاني بين شكون بين سيد بين الامام الشاذلي والامام زعما القاضي الجليزي تعالوا تسمعوا الكلام الحادث بربي يصيح من الخيمة انت دابا قلنا لك صحاب شريطه صاحبي هو يصيح قبل من الحديث وعادين بربي كلام ديال انت قلنا لك ودي ما تقول لا حديث عادين بربي ولا حديث عادين وتجيب لنا انت الحديث عندك بالقياده بالشيطان وتقول لي انت اجي نسمعوها قلت لك ودي حنا دير هي ديال السي عبد السلام قولي لي السي عبد السلام قولي ديك كلام ما تقول لا حاجه عندي بربي لا باش ما يسمين باش ما يقولش لك الناس انت تخافوا حتى من هذا كلام السي عبد السلام ولا حاجه عندي بربي وكلامهم هو الشيطان واي كلام لا يتناسب مع كلام السي عبد السلام الان يرد عليهم رد واول شيء في هذه المرحله في هذه المعركه هي انزال تعظيم هذيك الوصيه المعاده من يخلفني اللي كاين شهر 32 دقيقه ينزل بالزمن بعض الشيء وغيره
غادي نوقفوا عليها حتى ينزل، اما حنا ولا هما. ولا ما كينزل كنقولوها اليوم وغدا، مجرمين بامتياز. مجلس ضرار كان بزيش الصد في حياة سيدي عبد السلام، كانت الصحبة حين الصحبة محترمين لحرمة الصحبة لا غير، دابا الآن لا احترام له، بغوا لأن هناك باغي واعتدام. قال سيدي عبد السلام لا معاوية، كان صحابي محترم لحرمة الصحبة لا غير، بغى واعتدى من بعد. إذا لا حرمة له، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى إن الذين آمنوا وإن طفتم من اختلاف فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في إلى من قاتلوا. نحن الآن كان قاتلوا هاد القيادة، هاد المنصب الكحلة إلى أن تفي إلى أمر السيد عبد السلام. ماشي كاين حنا عندنا السيد عبد السلام، الناس اللي ما كيعملوش بالسيد هذا من حقهم. ما كنقولوش الإخوان المسلمين على جا واحد السيد، كنقولوا هاد المجرمين إما يقولوا بأن السيد عبد السلام كيخرف، ودابا راه كنعرفوا منطقيا، ولا يقول ماشي يقول لك هو مع السيد عبد السلام وكيكذب. دابا جيب العباد كيضحك علينا، كيضحك علينا، كيضحكوا علينا. جيب القميص سيدنا عثمان بن عفان كاين سيدنا علي، جيب معاويه بيبدا ياخذ لي، ولا معاويه بيعلمنا الدين اكثر من سيدنا علي. هذا خوان وخوان وباطل، وما عندنا ما نسمعوا ليه. وحنا دابا اش بيه فهم فاشيد القضاء الضرب كاتب محسن، عقل محسن، قال لا يضرب عقل محسن، ماشي عقله حتى المؤمن غير الضرب، حتى المسموض تقريبي ما عارفين منين يشدوا كيفاش يقولوا واش قالوا سي عبد. قال سي عبد من سقطي صافي تبعوا كما كان النص، مد في ديري ساعتين محدده الخلافه 30 عام صافي تسميها انت مالك اول مالك مروان يزيد مالك صافي مالك ملك حاط ما فيهاش تماشى خليفه لا جوج صافي. فهاد القدر كفايه، ان شاء الله ان شاء الله توفيق، ان شاء الله يجعلنا مفاتيح خير مغالق للشر يا ربي، وحفظنا من شر الانس والجن. اللهم صل وسلم على النبي وزواجه وما تولد يدي بيدك مستعذ منك عبد المجيد. سبحان ربك رب العزه كسوى الليل نصف الكتب لك عايز صوت ربك بسفر لنا في الغفر دمي لنا. سبحان ربك بس دمي سفر السلام والسلام الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واخوانه وحزب الاخوه الاكارم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهاد الكلمات ان شاء الله تعالى اللي غادي نبداها نبداها بداك الكلمات الموفقه، التحليل القلبي العقلي، الفهم القلبي العقلي ديال السي حميد دحسو. هذا الرجل هذا الحرقه الحرقه، وهذا هي المهم في الرجال. وسبحان الله العظيم هذا كيبين بان سيدي عبد السلام رحمه الله بذكر بذكر الساده نزل الرحمات وجزاه الله خيرا، يعني دار الرجال، الرجال اللي ما كتزعزعهمش هذوك دوك المشككين والتشكيك والريباوات. وتكلم سيدي حميد الافهام المتضاربه عند هاد الناس اللي تابعين هاد القياده، هاد الستالينيه المحرومه. انا غادي نحاول نتكلم بالتصريح، هو تكلم في بعض الاحيان بالتلميح من موقعه و يعني ان لا ولاش كيقولوا باللغه العربيه، هو زعما من ناحيه اللغه العربيه والكتابه هذا راجل سبقني والله يجزي بخير. انا غنتكلم تصريح اللي كيبان ليا، هو كيتكلم بالتلميح اللي كيبان ليه، ولكن هو تصريح كيتكلم كيقول افهام متضاربه لا يمكن ان تجدها عندما يتحدث عن صحبه الرجل الحي، رغم حيثيات التنظيم المختلفه ورغم تباعدهم وفي الغالب العام لا يعرف احدهم احدا. وهذا حق سبحان الله العظيم، علاش؟ لان الله عز وجل هو اللي جمع الصدق طمانينه والكذب ريبه. هذا الكذب عند هذه القياده الستالينيه اللي زرعته في الاخوان ريبه، واخا عند واحد جوله ولا جولتين، ولكن سرعان ما كيمشي داك الشيء. سيدنا عبد الله بن عمر حتى الاخر ديالو عاد اكتشف ان اللي كان عنده هادو كيكذبوا عليه، الربا ليالي تاني خاطر فيها الباغيه، مسكين داك اللي اضطراب حس به وخرج جاري يصل به معلين. وكيل قدر الله انا ما غاديش ندخل بزاف على المشكل. اذا القياده تركت حاله فراغ تنظيمي تنظيري فيما يتعلق بالصحبه، تركت بعد وفاته. علاش؟ هذيك العصيان ديك زلته الامام زيد عبد السلام بقوا الفراغات، هما تورطوا لان دابا طالعه ماشي هابطه، لان سيدنا علي يسبوا سيدنا علي المنبر. هذيك الساعه كانت الخلافه 30 سنه، ما يمكنش واخا يكون سيدنا علي في الاخير ديالو 30 سنه، ما يمكنش تفوتها. الا مشينا للسوسيولوجيا التدين عند من شنا، عند هاد خينه دابا اللي كيقلب على حادثه الدين، ماشي اسلامه الحادثه، تحديث الاسلام فلسفه الدين وتدين الفلسفه وفلسفه عطي فلسفه الدين الفلسفه المعتزله. شنو المعتزله القدام؟ هاد علي اش كيسميوه الدكتور اسمه علي تيزنتاد كان اللي هو الامين الاقليم حين كان الصحبه، من الان خائن. هاد الامناء اصبحوا خونه، هذا هو المصطلح الحقيقي الان. كما ان ملك عاد ماشي خلافه، كان معاويه محترم لحرمه الصحبه الى غير، بغى واعتدى من بعد وسن سب سيدنا على المنبر 60 سنه. اما سيدنا علي واش انت تبقى كيسبوا
واش هادو كيسبوا السي عبد السلام؟ هادو كيسبوا الوصيه الشريط؟ هادو هاد الصحبه بمفهوم ديال السي عبد السلام، جابوا صحبه جديده، جابوها جديده في ميكا جديده، زادوا عليها سوسيولوجيا الصحبه، سوسيولوجيا التدين. هاد عريتيزن دابا اللي بقى حتى الاخر حياته وكان كيجي واحد الغيب صافي سبحان الله العظيم، فاذا به بخيانه الامانه تغير واصبح دابا كيجروش كجر كيجرو داك 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 سوسيولوجيا داك الاسف الغيب دابا بحال الاصلاح كيلوحوا لا 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 لا, لا كيقرينا في الكرامات، لا حنا حافظنا على الدين ديالنا ولا عقليه الكفار اكتسبنا، لا عقليه الكفار اكتسبها وعارف يحل ولا الدين ديالو خلاه خربوا وما تعيناش كيكسب بزاف. قرينا هذا النص هذا يهاجم العقلاني هناك، قرينا هذا النص ولكن نعاودوا نقراو، ماشي مشكل ماشي نعاودوا نقراو، وكلام سيدي عبد السلام نور كله نور ياك، نقراو في الاحسان جوج في 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 الرؤيه الصالحه. كيقول لك سيدي عبد السلام يهاجم العقلاني زعما شنو هي عقل الايمان بالغيب وينسبون الى ادم صاحب سوسيولوجيا التدين وينسبون الى تخلف العقل المسلم وخرافات جينات المنامات وحكايات وكتب مناقب مشهور بالكرامات عاد وزير الوعي العام والحل عندهم وقطع ماده الخلف من اصولها وتبني النظره الوضعيه الماديه سوسيولوجيا التدين. دابا هذا اللي تيسند بيتبنى واحد جايب دابا بيتخلى بيتفنى بداك الشيء ديالو اللي قديم، شوف غير حالته سبحان الله العظيم، ماشي هو داك السعلي اللي كنتي كتشوفوه من قدم، النور سبحان الله نقول لكم الحقيقه انا قالوها لي ولكن الان اصرح بها، شوفوا سبحان الله العظيم النور اللي كان فيه كيف كان يشع حين صحبتي من سيدي عبد السلام ومن بعد خيانتي من امانه سيدي عبد السلام. شوفوا جوكي ولاو كيدايرين، انا نجيك بالواضح تبني حالته، شوف واخا كان دابا واخا تزعيم دابا ديك الخميجه ديال لا مارك وداك الشيء ديال هذا، ولكن القلب النورانيه ما كاينش، كاين هناك اصحاب الجريمه العقبة يعني تعظيم عنده تعظيم المادي البشري، ومن يعظم سائر فان من تقوى القلوب، هذه يعظمون السوسيولوجيه والبسيكولوجيه والنفسيه وعلم هذا وكل هلم جرى جرى من 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 داك من من داك من داك من داك كان الكون الكبير اصبح في عيني من الله، الكون الكبير في عيني من الله، علم النفس وعلم هذا وعلم التخربيق والحداثه وعلم هذا، هادشي كله راه كنا هضرنا عليه وكنا نعاودوا ان شاء الله تعالى نتكلم عليه، جبنا نصوص ديال سيدي عبد السلام داك الانبهار سبحان الله العظيم، ما القلب ما كانش العصيان زلت العصيان اصبح الانبهار، والحل عندهم وقت ما دخل في المسؤوليه، ومن هنا جاءت محاوله اصحاب الاصلاح ياك اصحاب الاصلاح بين قوسين ما كان اصلاح ولا اطلاع طرح الخراب الذين انكروا المعجزات واول وجود الجن وهو من شؤون النبوه والوحي، هو من شؤون النبوه والوحي حتى جعلوا وانا من فطره النمل والنحل وهذا تخريب الدين من قواعد فلا عقل الكفار اكتسبناه وديننا حفظناه، وما قيمه عقلانيه فاعله في العالمين، عقليتنا كانت فاعله الا كانت فاعله في العالم هذه ما فاعله مفعول بها ولا هي شيء ولا تعريف وكتخدم لهذا الشيء ديال سيدي عبد السلام لمصالح شخصيه بحال كيدير الشيباني في التنميه الذاتيه واس ام اس وراني سيفت تليفون للسي ديال الغرباوي السي شافعي كيتواصل معاه السي الغرباوي يقول لك كيفاش هاد كيفاش سبحان الله العظيم تخريب فلا عقلانية فلا عقلانية ما قيمة عقلانية فاعلة في العالمين إن خسرنا آخرتنا وضيعنا أمانة الرسالة التي يمكننا حملها، أمانة الرسالة سي عبد السلام حل منا واحد الأمانة، أمانة تبريغ كامل أمانة العدل والإحسان كاملة لمن سألك ومن سألك، وتكلمنا على من بعدي لابد من وحذرنا من واحد المتوكل بانه كيتخفى وكيتخبى رجع من يخلفني، هذا الشريط اللي كاين في القناه ديال السي العربي ابو حازم في يوتيوب فقط، ممنوع مرفوض غير مقبول مدير الى جبتيه في سوسيولوجيا التدين تصبح كافرا، غير كتكتب ديال سيدي عبد السلام تصبح كافرا خارج من المله، لانك خرجت عن شعب الله المختار اللي ولاو هما هذا الشعب الله المختار هما هاد القياده وهاد الامناء هاد الخونه اللي كانوا امناء هاد الخونه اللي هي بخلاصتها شنو هي صحبه الرجل الحي، هادي قالها سيدي عبد السلام، يعني الوصيه شعريت ديال سيدي عبد السلام الان ما نعينو باش نزل ما معنى ذلك، هما دابا اصبحوا اسيده يعني كيد الان كيقولوا كيتحداو سيد ربي كيتحداو الله عز وجل في اشاره الهيه، ما دار ماشي ما منعوها من البصر اللي باش منها، والان لا زالوا يتحدون استغفر الله العظيم، وهذا خطير هذا الحرمان وصلنا هو التضارب عندهم في الاقناع وهذا وكيسمى سي حميد دعسو عدم تحرر الاراده، الا ما كان عندك الموقف مساله الاقتناع ينمي حق العقيده تحرر الاراده باش تكون الا ما كنتيش كتقراهم، دابا عندهم صعوبات هذا هنا الدين ديانات
سوسيولوجيا التدين، سوسيولوجيا التدين يعني الدين ديالو على حساب فرويد، على حساب ماركس، على حساب لينين، على حساب كيهز من هذا ومن هزا من هذا. هذا علي تيزن هذا الله هو اكتشف، باقي بحال داك الدري الصغير يلاه كيكتشف الدنيا، باقي دابا مبهر 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 يلاه تبهر بالدنيا دابا عاد هو بيعيش لك، بيعيش لك اش كيسميوها هي ديك اسمها هذيك السيف سلام ديك كادر خاص شكرا في عوام في عدم ذوق المعرفه. قلت وان دور احوال كرامات او ما لازم له يوم الكذب انه سبق صبي لتسليه تسليه طفوله عاشق عاش الصادقون المكبوتون، هذا الكبت المكبوتون واللي رجع حق رجعه هو الصحاب دابا كيتسحب بحال الصحابه ما عرفتين كم بحال ما عادش ما كيعيشوا دابا هو هذا الكبت عنده هذا علي تيزاد السوسيولوجيا تديون عنده كبت ومشى جاب السوسيولوجيا وزاد زعما يلاه هو يلاه هو يلاه يلاه تفط عليه الشمعه مسكين. وهذا شحال دوز مع السي مسلم لا حول ولا قوه الا بالله. هنا كتشوفوا كيف انقلب معاوية وكان صحابي محترم لحرمة الصحبة غير، وكيفاش أصبح بغى واعتدى على ذاك الشيء اللي تربى عليه، بغى واعتدى على سيدنا علي، كيفاش زياد كان والي سيدنا علي على البصرة يذكر في خلافة سيدنا علي بسلم يذكر، فبغى واعتدى لما مشات عليه الصحبة سيدنا علي، كيفاش هذا وهذا وهذا وهذا. وأنتم كتشوفوا كيفاش الحياة دابا ديال الغلام وكيفاش انقلب وكيفاش زرعوا عليه الأمور الأخلاقية وكيفاش كانت حامية الصحبة من بعد من مشات عليه الصحبة ما بقاش أش من صحبة دابا كيهضر سوسيولوجيا الصحبة دابا كيهضر عليها، وجا دابا العربي ودار هذاك الشيء عريانين والعوري ودابا مولي الكلاكي ودار دابا عيد الميلاد دابا سوسيولوجيا دابا الصحبة ولا فيها عيد الميلاد ولا فيها يديروا عليه الشيب ولا فيها لان فيا خد واش خدا خدا غير كيكمل يديني دي غاسل عجبتو هذيك وبيخدم بها دابا خدا التديون وخدا السوسيولوجيا هاد علي تيزند وجابها. وشوفوا عبد الصمد ريد هذاك المجرم ديال عبد الصمد ريد المجرم اللي كنهضر على مجرم واعداء وهذا الشيء كنهضر من واحد المنظور شنو هو ملي كنقولوا مجرم مجرم بمعنى معني داك الشيء ديالنا على الشريط على كلام سيدي عبد السلام على شريط الكتابه يعني هذا منعيم لهذا الشيء ديال سيدي عبد السلام منعيم كل من يتحدث عنه. الا فتحوا الباب حنا ما بقاش اجرام انا نكونوا واقعيين حنا ملي كيكون كافر كيقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله واش واخا تقول انت كنتي كافر تقول سيدنا عمر انت كنتي كافر هضره خويه ديالك. حنا نعبد الله جماعه تتوبوا الى الله ودعوا الناس ان يتوبوا الى الله ماشي هادو لا هادو بيرضوا حزب سياسي بالصحبه وبداك تعطي واحد العجينه ولكن هاد السي حميد دحسو مجموعه ديال المؤمنين عندهم عقل السي حميد دحسو سعد فلسفه ماشي سهل ماشي يلعبوا به يعني كيفاش كيقولوا مودي انا بهذا العقل ديالي هادشي ديالكم راه ما عرفتوا منين ندوز ليه ماتي عجينه روينه خالق خالوطه شيلوطه ما عرفتش سميتوها سوسيولوجيا البديل الحضاري البديل الاسلام البديل الدين. هادشي هذا عندكم هاد الناس اللي كيقولوا صحبه رجل حي هاد الجواني واحد المجموعه السي عمر اشاب والسي محمد العلاوي والسي قديم ومن مع السي قديم والسي سي مجموعه الرجال السي العربي ابو حازم في كتاب صحبه الرجل اللي منعوه وكيقولوا منع كتاب اللي يحجبوا فكره منعوا كتاب ديال السي ديال السي العربي اللي يحجبوا فكره هذا قال هذاك عبد الصمد رضا وظلموا باحث الى الغيب ابداعا ظلموا هذاك السي ابو حازم الى الغيب ابداعا المجرم الكلمه اقوى والفكره اعمق دابا الكلمه صحبه الرجل دابا هي الاقوى هو السي حميد حشد دابا كتجري تا هو كتجري لا السي يونس مولد وكل التضامن مع شكون مع الغيب مع السماع الوصيه الشريط اما الغيب ما تضمنش من الغيب راه الله عز وجل غادي يفضحهم هذاك لا يمكن هذا الغيب هذا هو الفضيحه الكبرى اللي بدات تقض مضاجعهم والكل التضامن قال لك مع الدكتور علي على شوف على سبحان الله العظيم وكل التضامن سبحان الله شوف كيفاش الان كيبحثوا على كيقلبوا لهم لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الشيء باش نعرفوا كيفاش ملي كيقول كل زلة يمكن تداركها الا زلة أدية المرشد لا يمكن تداركها باي علم احوال واخا هي ما تقول لي دابا عصيان تم مباشره فالحرمان والتبركيه والستالينيه والتضارب والو داكشي ما يمشي هذا هو علامه هذا العصيان لانه علاش باش ما يكونش العصيان سيدي عبد السلام لان الخطوره فين كاينه هو اخذوا كلام سيدي عبد السلام بداك الشيء بالشك والريبون اخذوا كلامه بالمطلق بالعصمه راه مشكله العصمه دابا اش قال لك سيدنا عبد الله جابها وختم بها الزيب وهذا قال سيدي عبد السلام الخطر الاكبر ان تعتبر القياد تجعلها بينك وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دابا حنا دايرينها كاينه بينه وبين سيدي عبد السلام زعما ما كاينش سيدي عبد السلام دابا بيننا ولا دابا سيدي عبد السلام الخرافه ولا هما الحق ولا هما سيدي عبد السلام الباطل وهما الحق ولا هما الصحبه بمفهومهم هي الاساس ولا دابا سيدي عبد السلام من توفيق الله يعني سيدي عبد السلام انه يتخذ كلامهم سوسيولوجيا التدين سوسيولوجيا الصحبه صاحب الجريمه والعقاب سوسيولوجيا فلسفات معتزله جدد كل جبد كاع داك كل شيء يعود بالله لان هذه خلافه على منهاج النبوه خرجت من راحه خرج موحد غتخرج غيخرجوا رجال اقوياء
يزلزل العهد بنو اميه، لان بنو اميه كصحاب رسوم هما انهم مطورين. فاتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخرج مشى يصلي 4 ركعات صاحبي كيغرف دي من سذاجه الصحابه. من سذاجه شكون الصحابه؟ من سذاجه الصحابه شي هادو دابا اللي ساكتين علاش من الصحابه انت؟ امين سجل ما كانوا يظنون ان الخيانه ستسويل لعيب الدين. هذه الخيانه القياده ديال خانوا الامانه وانه ان الوصيه شريط. وكنقول لكم ملي كنهضر معهم اجرام وعاد كنهضر من منظور المنهاج اللي دار سيدنا عبد السلام، المنهاج النبوي اللي تبع ديال سيدنا عبد السلام. ما كنهضرش من جانب دواء الامه كلها مرحومه، انا لا اتحدث على هذه. راه هما اللي مسخ دابا عندهم العكس، عندهم المنظور ديالهم هاد السوسيولوجيا التدين عند هاد المجرمين، هاد القياده الستالينيه اللي جابها سبزه واللي كانت هي سي عبد السلام رحمه الله. بديك اللي كيقول لك اودي انا وداك الشتات ديال عبد واحد متوكي متشتت داخليا ما نقدرش نجمعو. ماشي بقى علاش؟ لان قدر الله. كما ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قدرش يجمع الشتات ديال ابو سفيان. خمسه قال لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك سيدنا سي عبد السلام باقيه في الجاهليه ما دوباش. علاش؟ لان قدر الله. ما معنى ذلك؟ إلا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنور، إن قدر الله في أبو لهب جهنم وفي ولد سيدنا نوح إنه ليس من أهلك، وخا يكون سيدنا نوح، إن الهداية من الله. راه ما دي جماعة من تتوبوا إلى الله، وندعو الناس أن يتوبوا إلى الله. وكنقولوا هذه الوصية حنا راه إلا ما نزلوش الوصية لا كلام معهم. الوصية الفرق في هذه الوصية المعاهدة شريط كتبت اللي كاين في 2005. راه أول حاجة على علامتي صدقهم وعلامات على انه بدا كيبانوا كيبراو شويه هذا المرض الخطير، هو انهم ينزلوا يتنازلوا وينزلوا كلام كيتنازل ابن تيميه وشرح كتاب فتوح الغيب وفيه من الغامضات، وينزلوا هذه الوصيه وفيها من الغامضات ما لا دخل لك انت فيها، نزلها كما هي. كي نزلتي داك الشيء والا راه شوف لا كلام معك، ونحن بيننا وبينك الزمان والخراب والحرمان والعصيان. واخا كدي الصارينيه ما حدا وانت غادي والله غادي تحرك، هي الله تعالى غادي يخربك. حنا كنقول لك اذا خلو اش قال اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، كيقول المؤمن ولكن اذا خلو الى شياطينهم نحن يقول اذا خلو قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بمدن في تقانيم يعملون. هذه استهزاء الله تعالى. اولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، اشتروا الضلال بالهدى، اولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة، نقرأها كما هي، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله السلامة والعافية. ولا كيقول لك سيدي عبد السلام جزاكم الله خيرا يا أكابر لقد أمحضتمون النصح حين أجمعتم على أن سلوك الطريق إلى الله عز وجل هي الصحبة. الطريق هي الصحبة، إن شئت قلت باختصار الطريق هي الصحبة، هي الرجل، هي الرجل الحي، هي في وعورة بلا ولي مرشد، مخامرة في وعورة لا أول ولا آخر. جاب على الغزالي من قال سبيل الدين غامض وسبل الشيطان متعددة، وهاد الناس هادو راه مخدمهم الشيطان باش يديروا لك السبل المتعددة باش يقول لي اضطراب وما تعرف فين تدخل وتخرج، باش هما يبقاو يستافدوا من كل ما كاين عندك انت اضطراب. كل ما انت كتمشي ويزيد لك في الدو يعاود لك الدو يعاود لك هنا، وانت كل ما كتزاد مرض وكيزكي مرض. هكذا قلنا على مولي الكركاوي وسنعودها ان شاء الله تعالى باش ما نطولوش في هذا القدر كفايه ياك. وهي حاجتي باقي ان شاء الله تعالى في كاين تطور نص تطور تكلم عليه السي العار السي المساوي. والحمد لله الخروج ديالك الاخ هو الخروج ديالك هو صحبتك للسي عبد السلام وهذا الرجل الحي. وهذا الرجل الحي هذا من النصر ديالو بيدو توسل لقلبي خليفة سيدي عبد السلام، خليفة سيدي عبد السلام. كيف كنا مصاحبي سيدي عبد السلام صحبتنا سيدي عبد السلام هي صحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو باب الله، نحن نعبد الله عز وجل. هذا هو باختصار، هذا باختصار. ان شئت قلت ولكن ماشي هادو، لا ماشي هادو، لا راه قال لك السي عبد السلام تحدد لك الشروط. وحنا السي عبد السلام دارينا واحد الامتحان اللي هو بيشوفنا واش حنا رجال في باش نوقفوا وقف رجل واحد مع الكلام سيدي عبد السلام. حنا مع شريط سيدي عبد السلام رحمه الله بديك معاه اللي هو واضح باش ينزلوا لي، ودابا معارضينه ودايرين عليه دابا حصار ومنوع، وبان انهم مخدمين ستارين غير تحت صيفطو تطرد، لان هذا قدر الله فيه. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين بيتك من صالح سيدنا محمد الحمد لله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضيلة تتم الصالحات، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا فهم لنا سبحانك إلا ما فهمت إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إني أعوذ بك ربي من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل علي أو أظلم أو أظلم. إخوة الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك،
هذه الساعه المباركه ان شاء الله تعالى. كي قلت لكم غنتكلم على واحد الكلمه نشرتها دابا قناه الشهيد. هذا الشهيد اللي هي شاهد على 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 انها على معارضه ومنع والرمي ديال الكلام سيدي عبد السلام في الوصيه المعاهده من يخلفني، وهي 32 دقيقه في 2005 شريط كتبه ديال سيدي عبد السلام ممنوع هذا الشهيد مانعه منع تام بامر واضح بالقيم القياده الستالينيه منع تام. والسي العبادي كانه زعما واقعيا كاين في كيعيش في عالم اخر في واد اخر كيتكلم لنا على وشرح على قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين كيتكلم على البصيرات ادعو الى الله على البصيرات والاتباع. واش نسولك سيدي عبادي دابا انت على من كتضحك؟ واش كتضحك على راسك ولا كتضحك على شي واحد اخرين؟ إلا كان سيدي عبد السلام بالنسبة لنا هنا هو من دعا إلى الله عز وجل، كلامه هو اللي إلى على بصيرة، ماشي العام، ماشي الأعمى، ماشي العمي، ماشي على عمي. فشنو درتي أنتايا؟ أشنو دارت هذيك القيادة بعد سيدي عبد السلام؟ أشنو دار عبد الواحد المتوكل في 2005؟ أشنو مشى عند من مشى؟ مشى على بصيرة من؟ بصيرة الإعلام. أشنو مشى عند من مشى؟ قول لي دابا مين اللي عليك أنت دابا هادو كيضحكوا على من هادو؟ دابا أنت دابا فاش فين عايش؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ملي كان مع معاويه كيقاتل سيدنا علي فين مشى؟ مشى على معاويه على بصيره. اش قال لي في الاخر؟ قال لي سيدنا عمار قتلته في الباغي، قتلوا ذاك الجيش ديال معاويه. اش قال لي؟ قال لي قتلته في الباغي، قال في الباغي هي اللي جابته. ولا كيقول لي على بصيره ولا على عمى ولا على شنو دابا هذا؟ شنو دابا؟ ام المؤمنين زوجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في زوجوه في الدنيا والاخره. مني مشات مع مركي ومع مروان وفي قتال سيدنا علي في مراكش، واش كانت على بصيره وهي تريد الاصلاح؟ على بصيره ام كان سيدنا علي على بصيره؟ عند الفهم السي العبادي، عند الفهم الضيق ديالك، لانه انت خداوك بهذا قال لك سي مسلم كنا في داكم مما كتب ماشي يكون اكبر سنا. دابا انت اللي حاطينك تما، حطوك على بصيره ام على ضلال؟ على بصيره ام على عمى؟ على هدى ام على ضلال؟ من يريده الله نستطيل بذله ونتوسل الى الله بقلبه. نتوسل الى الله بقلب من جعله الله عز وجل خليفه سيدي عبد السلام، من اختاره، من الاشاره الالهيه، الاشاره الالهيه اللي مشيتوا انتم على عكس ديال من يريده الله. من الاشاره يعني دابا تقول يا بالله عليك اي بصيره واي اتباع على هدى وسبحان الله ما انا من المشركين بهذا الشيء اللي كتقولوا انتم تشركون بسبب هذا الشيء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، دابا أنتم كتقولوا حنا على بصيرة، وإذا خلوا إلى شنو قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ويمد في طغيان معهم أولئك الذين اشتروا الضاد بالهدى فما ربحت تجارتهم ما كانوا مهتدين. هذا اللي شراوا دابا هذا عبد الواحد المتوكل، هذا الكلام ديال سيدي عبد السلام، هذا الكلام ديالو اللي دابا أنت اللي نزلوا اللي حطه هو على بصيرة. خص تكون البصيرة متبوعة، تكون بصيرة عبد الواحد والقيادة الستالينية المحرومة. دابا المحرومة متبوعة ديال سيدي عبد السلام. دابا أنت دابا قلت كيقول سيدي عبد السلام ان لم يصح الاراده ويحرر القصد او دخل الطريق دون خفير ودليل ولم يستفتح بشخص وتسلق من الاسوار يشك ان تخطفه ملكات القوات من ظلمات النور قد يقف عند اول بارقه تبرق له او خارقه تظهر فيظن انه وصل وهو لا يضع وهو لما يضع قدمه على الطريق. لذا ولغيره كان الصبر مع الاستاذ شرطا لا يتخطاه الا جاهل او متهور متكبر. لا يتخطاو الا جاي مطور متكبر. ياتي بيوت من غير ابوابها، انت راك جيتي البيوت من غير ابوابها، انت راه جايبينك من غير ابوابها، انت دابا كتشرع شي واحد من غير ابوابها. ثلاث ايام بدون قصه كلام قال لك سي بسلام كبير وعميق، انت كتقولو صغير. اشنو دابا شكون اللي على بصيره؟ هو السي بسلام ولا انت؟ هو السي بسلام ولا عبد الواحد المتوكل؟ هو السي بسلام ولا هذا الرضا دابا اللي كاركي كي كيعاود غير؟ هو السي بسلام ولا هذا مولي؟ هو السي بسلام ولا مولي الكراكي يدير ديك الخط التخربيقه في الكتاب ديالو؟ دابا حنا كنهضرو عمليا منين انت كتلف الاخوان. انت دابا انت كنت سبب في طرد الطبيب، انت الان تفتت التبركه، انت كنت سبب في تعقيد الامر. قال ان الله يامرك ويتقال موسيقكم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، انت بديتي كتشكك في البقره. قال لك دير ثلاث ايام تغيب، انت ساهمت وتساهم ولا تساهم في منع الكلام سيدي عبد السلام اللي هو يدعو على بصيرته. الله يدعو الله سبيل سيدي عبد السلام، سبيل المنهاج النبوي، وانت السبيل سبيل ديال القياده. انت دابا
اش كتزر الا الصحبه فات لكاد يعرفها هي الباب وهي المفتاح المفتاح وهي الباب هي اللي كان كيمشي لغيز حجه الاسلام الغزالي بحثوا عنها انت زرتي دابا انت تلفتي انت خدامه من بك دابا كيديروا بك الاشهار فين هاد السبيل فين هاد الاسم سبيلك انت وين غير لك السبيل كتسين سبيلك كان سبيل سيدي عبد السلام ماشي على بصيره واسمح لي انت دابا راك تقولها عمليا عمليا والا المنع ديالو غصب 3000 يوم دابا واش ولا شريط ممنوع شريط الكتابه اللي مديون واللي فيه سدي عاد اجي نشوف شنو فيها شنو درتي فيه بدا اللي ممنوع من هو على بصير دابا كيعتبروا على انا دابا شنو كتضحك علينا دابا ولا كتضحك على دابا تخربق كتضحك على اللي مسكين ما فاهمش وحنا حنا هنا الحمد لله رب العالمين واقفين على واحد الامر لا بد ما كاينش شي حاجه اخرى هذيك البقره هو لا بد من الاعاده لا بد من الكاس الشريط ديال سيدي عبد السلام خصو ينزل بعدا ديال كلام سيدي عبد السلام هذاك المنع ديالو هذاك يعد عصيان تعد زله كبيره وغادي نقراو الان نمشيو للسلوك نقراو كل زله يمكن تداركها الا زله تؤدي المرشد فانه لا يمكن تداركها باي حال من الاحوال لا يمكن فالواجب عليه ترك مخالفه شيخه في الظاهر وترك الاعتراض عليه في الباطن فصاحب العصيان بظاهر تارك لادبه وصاحب الاعتراض بباطن متعرض لعطفه شنو على بصيره دابا واش هي على بصيره ولا على بصيره داكشي كتقول شنو كيقول مخالفه واش ما معنى انه دابا كلام كبير وعميق ما معنى قال لكم 3 ايام ان الله اعطانا ما لم تكن من قبل تواتر رؤاكم ومشاهدكم على امر معناه اشارات الهيه لان تواتر قلوبكم الصم ما معنى اذا اردنا نحرم في الاتجاه عكس ما تشير اليه الهيه ما معنى انتم 3 ايام بدون رؤى ومشاهد ما معنى هذا ما معنى عبد الواحد المتوكل يمشي في 2005 يمشي سبق ما معنى هذا ما معنى هذا يعني هو على بصيره هو يعرف ما معنى هذا المثل البشري ما معنى ما معنى ما معنى ما معنى كنقول دابا واضح دابا كلام واضح قال بل يكون خصما على نفسي لشيخي ابدا خصما انت دابا خصما لسيدي عبد السلام خصما دابا انت خصم لسيدي عبد السلام فما قالك حتى الحرمان والستالين باش ليش من تاريخ من اي تاريخ كتدوب اي يكف نفسه ويزجر عن مخالفته ظاهرا وباطنا ويكثر بقراءة قلت ربنا اغفر لنا ولاخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وزيادة في التثبت والطريوت يوصي الإمام المريد بالتحري قبل أن يتهم شيخه دابا أنت دابا شنو من فين في أي وادي انتهي في وادي وهميك في وادي الحرمان ديال واحد ديال القيادة دابا أنت وصية كلام سيدي عبد السلام منعي منو أنتم ممنوع ظاهرا وباطن ممنوع ممنوع قال هو دابا على بالك تجيب لك انت دابا وسيدنا عثمان بن عفان وتصيد كنقول لك مروان في الاخر شنو كيدير كدابا فين جايب انت لينا بانو مروان جيبو دابا جيبو لنا دابا كيلعبونا فوق منباري سيدي عبد السلام كالقراده بانو مروان هذا منير بارشي وعبد الصمد رضا وفتح الله والشيباني وعبد الواحد المتوكل اشنو داروا ضربوا قال ليه سوينا هذا الامر داكشي اللي قالوا سووه ما معنى سوى على اجنو على بصيرة من اش على بصيرة ما على بصيرة عارفين اش كيديروا على واش هو على ما دابا جاوني دابا بلا ما تطول بلا ما شوف الناس ملي كتكون مريضة ما كتقدرش تقلب على داك الشفوي ديال الضهر ديال الخضره وعلى داكشي كلشي كيعرفوه الناس هي وخصكم ديروا ودرتي واش كاين عندك شي دواء قولوا ما عندك شي دواء حيد من بلاصه حيد الاتساع الدواء نزل بهذا السير كم زيت هادشي كنعرفو حنايا كلام اخر حنا راه ما كنعرفو كلا انت ولا غيرك كنعرفو السيد عبد السلام هو اللي على بصيره والاتباع السيد عبد السلام هو نزل الوصيه شريط انت ماشي ما نزلت انت دابا كيحاربوا بك وكيخدموا بك وكيخدموا بك وكيلعبوا بك وكتلعب بك الزوج ديالك وكيلعب بك هذا وكيلعب بك تقول على بصيره الضحك عليا انايا انت ما هو سيدنا عثمان بن عفان داروا بك انت داير بك الخبال داير بك ديك الطائفه ديك تمتص منه قال لك كل نبي وكل نبي ما من نبي الا له طائفه وحده كتمتص منه الخير تمتص منك الخير ومن العلامات اللي تمتص منك الخير هو انك صاحبي لحد الساعه وانت بمعنى انت المركز ديالك الامين زعما الان ولكن كتضحك كتضرب واحد اللي كتظن احنا بفمك والخو العمالي كيخدموا بك انت هذه هضره خاويه هذه هضره خاويه لا اله الا الله قلت من المقصر وبالتالي تترجع سمعته بالتثبت وافشال المتكلمين بغير علم ولا تثبت في الولاية المتكلمون بغير علم المشككون في طريقة تشكيك في سيدي عبد السلام انت كتشكك
بمنعي كان كلام كبير وعميق ديال السي حسام صافي قال لك لابد من بعد كتقول انت ماشي كاين من بعد كاينه جميعات اذا انت هو اللي وليتي على بصير السي حسام ما بقى اجابه يقول لك نستضرب بيد نتوسل الله بقلبي كتقول لا نتصل بقلوب شكون هاد القلوب هادو قلب منير قلب كاش من قلب واخا تكون انت تكون انت كاع انت دابا انت بعدا اول حاجه انت بعدا اول حاجه ضحكين عليك دابا ما ان الصحبه الناقص سمعت قلت الداخلي في الطريق المتطفي للمحترف وبال من اصلها لكن السالك لم يزمن الكامل والناقص وقد تبهر من الناقص كرامه اكشف يتخذ قدوه ويتجنب الكامل الصامت لا اله الا الله هذا هو هذا الشيء اللي وقع للمؤمنين مساكن دابا هذا الشيء اللي وقع اليوم انا عاود نرجعو نتكلمو هذا هو هذه هي البدايه لا حل الا الوصيه اللي في 32 دقيقه كلام سيدي بسلام ماشي ما عندي انا وصيه لجوج شريط ممنوع راه كيدير الشفيق الكلابيتي راه كاين في قناه ديال السي العربي ابو حزم وكاين في يوتيوب راه هو منعو السي العبادي ديال سيدي بسلام وكيقول لك السي العبادي هو اللي على بصيره هو على بصيره جايبينو دابا كيطبل لهم داك اللي كيديروا الانتخابات هو هذا جايبين دابا شي واحد عندو كيطبلوا لان عنده واحد عنده على العقل عنده واحد عند المؤمنين عنده ما كنقولوا السي العبادي ما انا والي من اولياء الله تعالى انا لا اشك زعما عارف ومن هنا في القضيه وانا نقرا وانا قد يكون عارفا ولكن في المشيخ انا يقصر سمعت يقول ثم ان من اهل النسبه الحقيقي من اصحابه عارفا واصلا موصوصا لكنه في نفسه يقصر على مرتبه المشيخ التربويه هذه ماشي اللعبه ما هي المشيخ التربويه شي حاجه اخرى الشيخ شي حاجه اخرى وانا ندخلها من اصحاب باش ما نطولوش في هاد الكلمات هذه ويحدد حجة الإسلام الشيخ سمعنا إن امتثال حجة الإسلام الشيخ الطريقة وبحثي عنه قبل ذلك وفي حدثي أكبر درسين عملي ماشي دا علمي عملي لطلاب السلوك مش هكي بحث عنده عملي فالصحبة هي نقطة البداية وشرط الاستفتاح هي المفتاح وكفى والناس كانت صحبته بسليم إسلام زورة كانت معاشرة ولم تكن صحبة كان هما ما كيديروش على بصيرة كي ياخذوا شوية ويخلطوا لم يكونوا على بصيره وتصيد سيدنا عبد الله بن عمرو العاص لم يكن على بصيره حين مشى مع معاويه ومن بعد معاويه سب سيدنا علي بن مسيس هنا ودار سن سب سيدنا علي وقتل حجر الصحابي وجر زياد ورت الامه ليزيد هاد يزيديه دابا اللي كاينه هاد القياده المحرومه الصاريه بين السيس اسلام ماشي مسيان اذا اراد ان يفتش عكس ما تشي الى اشاريه هما مشاو وحاربوا الاسرائيليه ما جاوا داروش قصروا ما داروش بتاتا بكلام السيف سمع على بصيره تخذوه هزؤا تخذوا كلام سيدنا الاسلام هزؤا حنا لا تخذوه هزؤا سيعلمون غدا من كذاب الاشهاد البصيره ليس هناك حل هو ترجع هذه عملي ما كاينش شي هضره اخرى ما كاينش شي حاجه على بصير انت على ضلال انت على عمى لقد امحطمونا جزاكم الله خيرا يا اكابرنا الاكابر كيسمي حجه الاسلام حين اجمعتم على ان سلوك الطريق بغير بلا ولي مرشد مغامره لا اول لها ولا اخر لا اول مغامره في وعور لا اول دابا بدي دينا شي حاجه اخرى ما كاين لا بصيره ولا انت بحي ذلك بعد البصيره انت دابا جرينك انت دابا لا بصيره لك دابا غادي بالبصر والبصيره ديال من ديال العمى ديال عبد الواحد المتوكل عبد الواحد المتوكل باش غادي بالدائره السياسيه الشيعيه ديال عمر حرشان امراء ولستم على بصيره انتم الحرمان والصالحين والعالم ذلك هو كلام سيدي الاسلام ما قادرش انت تزوى انت امين تتحمل مسؤوليه لست امين انت الان غادي مع الخوانه فانت الان مع الخيوط دائما انك على بصيره كل يدعي كل شيء يدعي حب ليلى كله ماشي هذا هضره خويا ديالك حب السيف زعما هذا اتباع فاتبعوني قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني حنا هما اللي على اتباع ديال سيدي الاسلام في وصيته نحن اصحاب الرجل الحي صحبه الرجل الحي اصحاب الكلام الشريط اللي جا في الكتاب كتب وصيه المعادله اللي باقي واقفين عليها وانت راك كدور في شي كدور في واحد الغابه في واحد الساحه في واحد لا اول ولا اخر انت دابا كيضحكوا عليك انت على ضلال انت معاهم في حرمان انت عامل كنقول لك خوت العامل واسمع هنا فالصحبه هي نقطه البدايه وشرط الاستعانه المفتاح وكفى وهذا هو ما يؤكد ابو حامد رحمه الله في كتابات بدا ان عاشه وسجله تاريخه الحافله دي على بصيره كان على ضلال وانت دابا السي عبادي على ضلال وادعو الى ضلال وتحارب السي عبد السلام اللي هو على بصيره وعلامه الحرب هي انك الوصيه صارت ممنوع دابا وانت ساكت صافي هذا بسيطه نزلوا على ما نزلتيش لا تؤمن انت تؤمن بهم تكذب على راسك دابا تكذب علينا حنا دابا
في اي واد نتاعي في وادي وهميكا، وقد يكون وكان قلنا عارف ونجونا الشرط، هذا شرط جوهري ينفيه ويتجاهل ويرفضه من لا يدري ولا يحب ان يعترف بانه لا يدري. هما دابا راه مانعين الشرط، دابا كاين واحد شي اخوان لا يدرون ولا يعرف المعنى. وقاسم بحال داك اللي هضرت معاه البارح، قلت له واد زفت الشريط دابا وانا ناكل معاك، انت بيتوكلني الماكله ديال الجسد ديال الجسم، انا ما عندي ما ندير بها. صيفط الشريط، صيفطه لسيد كبارشي وسيد اللي كاتب، صيفط ليا قلت له سيدي عبد السلام يا خو على بصير بصير وصيفطه. دابا اما هادوك على بصير وسيد عبد السلام على بصير، الا كانوا هادوك الا كان سيد عبد السلام على بصير ونزلوا، والا ما نزلتيش معناتها سيد عبد السلام ليس على بصير، معناتها هما اللي على بصير، يعني سيد عبد السلام على ضال العمي. هادشي كلام واضح، ما نزلتيش سيد عبد السلام، هادي معناتها انت كتحارب سيد عبد السلام، كتقول ودي لينا سيد عبد السلام ليس على بصير، معناتها انت كتزيد تتفتى ضلال على ضلال، معناتها كتلف الاخوان كي قال لك السي حميد بحسو تلفهم، انت على بصير انت على ضلال. نزل الوصيه، نزل كلام كبير عميق الذي نحتاج من يرددهم، انت ماشي من يرد، تحارب من يرددهم. انت كتقول لهم دابا انت السي العبادي، انت دابا كتضحك علينا ولا قال لك راسك ولا في اي وقت تصاحب دابا انت بجد جكالي ما تتنمق فيه. لا ماشي هذا الكلام، هضره خاويه ان كانت. شفت كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعصيان قال لهم واحد عصا عصا وكان فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ان فاطمه بن سلمة قطعت يديها البصيره هو قطع يديها رضي الله عنه وارضاه وحاشيه، البصيره هو قطع يدي ماشي البصيره هو لو على بصيره. شنو البصيره عندك؟ البصيره هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما نديروكش انت اصلا، انت دابا جايبين النكد بيدي النكس حرام بيت تعبادو، لان خايفين اللي بيخدموا بك واحد الشيء وبيحيدوك، كي جابوا عاود سيدنا عبد الله بن عمر وكي جابوا ام المؤمنين جابوها تما، اش قال لهم سيدنا عمر اتطيعونا ام تطيعونا؟ على بصير وطيعه طاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي طاعه ام المؤمنين. دابا انت لا ام المؤمنين ولا ام ولا من المؤمنين، انت دابا شكون؟ دابا انت دابا جايبينك وتعصي ومحروم وستاليني في تكديله بلا ما كتشعر، وجايبينك دابا حاطينك لانك انت اقل منهم، ولو انت عارف الله موصول السادة شنو هي، لكن في نفسي يقصر مرتبة شيختي ولا يعرف كثير من الناس كيف يميز بين الشيخ المربي الذي وبغي الطالبين وكنز الاصل وبين الشيخ التبرك اللي جلس على السجاده بعد وفاه شيخ. انت جلسوك على السجاده السيسه بيضحكوا علينا حنايا، انت حطوك وقد يكون صاحبك شفين وكرامته يكون ذاك لا يظهر عليه شيء من ذلك، فين حاز الناس المضاري وتروج الاجازات مكتوب الشيخ على الشيخ والابن الشاف ولا الامر من قبل ومن بعد. دابا جايبينك انت، انت دابا خايفين اللي تمشي لهم السجاده، ان دابا واكلين وشاربين بك، تحيد من تما انت شيخ التبرك، تحيد الاتساع البصيره. وسيدي عبد السلام ما كاينش هو الراجل اللي خلى سيدي عبد السلام، لابد من بعد، لابد ان ياتي بعد، هذا هو اللي غادي يدي جماعة البصيره. اما انت الان تخبط وخبط عشواء، انت دابا لاعبين بك وضحكين عليك وجايبينك، انت دابا شيخ التبرك جلستي على السجاده جلسك بعد وفاه سيدي عبد السلام، جلسك بالزز لينا بعد شيخ، وقد يكون عندك صاحب كشف كرامه تكون كما كنت لست هناك. البصيره هو اللي جالس والرجل الاخر رجل الحق الذي اختاره الله عز وجل، وكنت بحكم سخة البقرة ديك الساعة داروا قصر أو الغيب كان غادي يبين الله عز وجل. دابا أنتم قدر الله فيكم كما كان قدر الله بني إسرائيل بأن ما غاديش يذبحوها، لأن عندكم تعنت وعندكم شك في سيدنا سلام أولا، ومن علامات الشك ديالكم يا المجرمين المجرمين حير محرومين صيب لكم على الخير، هو أنه باقي دابا كتمنعوا كلام سيدنا سلام اللي كصيفطها. أنا دابا أنا كنت مع السيد البارح قداش شنو هو وقالوا ما قدرش يصيفط، قلت له والله ما كليت والله ما صرت عنده جرابات الماء، خرجت تما هو ما نشربهاش عندك. علاش؟ ما كنلعبش انا، انت فهمت كتضحكونا ولا؟ زعما كنلعبوا حنا جينا نمسحونا الامر، العافيه شعل العافيه شعل العافيه شعل في الجبهه العافيه شعل، وحنا ساكتين كتضحكنا عسكري انت في دارك تما، العافيه شعل في الدرع في المؤمن العافيه شعل الاجيال اللي جايه، حنا ما بنكتبوا الاجيال اللي جايه. واسمع علي، وهذا شرط، شنو هذا الشرط الجوهري لكن فيه ويتجاهل ويرفض من لا يدري ويحب بعد يعرف بانه لا يدري، ففاته نصف العلم بل فاته العلم كله والخير كله. على البصيره العلم كله كيفوت، على البصيره اي علم يقصد انت شنو العلم عندك انت، انت عارف كاع ولكن سيس ما عندك العلم كما شنو. وهذا شرط يتبنى النصاب والدخان، حدد الشيخ المصحوب وظيفتين ويشترط في آلية الشرط الأساسي، هذا الشرط الأساسي هو أن يكون الشيخ قد تعالى بالصحبة من شيخ أخذ عن شيخ صاحب من صاحبه، لأن يتيسر إلى الرسول وهذا صاحبه انت عندك فيها خلال، لان انت في حياه سيدي عبد السلام داروك ما قالش لك سيدي عبد السلام انت والعباد انت وعبد انت في حياه سيدي عبد السلام كيدير سيدي عبد السلام شعره وتقول انت بصيرتك يا بصير، وفي حياته دابا اشنو دابا اشنو الصحبه عندك؟ وكل زله يمكن تدرك الا زله واديته مش لا يمكن تدرك بحال من الاحوال. احنا غادي نقراو باش نختموا بها قريب الاذان دابا ان شاء الله تعالى.
وهذا شرط شكون اللي تيبناه؟ النصابون والدخلاء موني رجلك يوم المعاد فان تسيبون سيسي مساس المشيخ تمريرا لبضاعتهم الموسوعه بغا هو اللي يتطلع فيه ويخدمه ويكثر الخدمه فيه. والمؤونة في هذا الانتساب يسير إذ ليست ثمة رواية تنتقد ولا علم الجريح وتعديل وتاريخ كما كان هو الشأن في سنة الحد المفتاح وكفى قروا هنا لكنه في نفسه يقصر على مرتبة الشيخ خطر الرجل اللي من بعد استعجز من الصفة هو اللي على بصيرة اتباعه على بصيرة ذلك السير البادي لما اتبعت بعد هذه الجبهة في راسك انت دابا متبع على ضلال العلامة ديالك وانك ساكت وشرد استعجز لا وصلنا عليك ممنوع مرفوض بل انك يجيبوا على بصيره اليسار واللي ما موضينش ويجيبوك انت تحضر ساكت دير رجلي فوق من رجلي وتتفرج وتقولينا على بصيره كتضحك علينا انت ولا قال لك احنا دراري صغار هنا تلعب علينا احنا سير التيسع انت وياه انت وياه العبادي صافي دابا نعاود نقول الكلام المعقول فهمتي لانك انت ترك انت مخالف لسيدنا الاسلام في الظاهر وعلى معنى مخالف الباطن كنت في حياه سيدنا الاسلام ولعبوا بك الدراري الصغار ودابا سير قلب لك على شي حاجه فيجعله وسيلة وصل بينه وبين ربي لا وطريقا وسببا يتوسل به لا حول ولا قوة إلا بالله ويتملق ويتحبب إليه بترك المخالفات في المستقبل ويداوم على الموافقة ويواظب على عياش الموافقة دابا أنت 3000 يوم أصاحبي دابا هذه هي المواظبة وتضحكين عندها دابا في تبع سبيل قل هذه سبيل أدعو إلى هذه سبيلك أنت تدعو إلى الشيخ يدعو إلى الشيطان من لا شيخ لا الشيطان وشيخه كانوا الشيطان هو الشيطان ديال الشيخ عبد الواحد المتوكل في 2005 شكون اللي كان ديالو الشيخ ديال الاعلام ما هو السي عبد السلام ونقزر كيقول لك كيقول السي عبد السلام بمعنى كاين مشكل ماني ما بان سكوت ونصغر نفوس حنا راسنا ونخطو خطوة في هذا المعنى هذا تصرف لنا توكل واحد يقول انا لا انا بما فيهم دابا العباد يقول لك انا لا سبيل الله شكون اللي سافيني سبيل قول هذه سبيل دوير الله فينا شكون اش من سبيل شنو نسلم هذا الوصي عاد نشوفوا سبيل ترك تبع علامته على انك متبع سبيل الى الله قول سبيل ادعو الى الله انك ادعو الى الله ونزل الكلام ما فيهاش هضره الحديد تبدل طيح الدار بديت بدلتي الحديد بنيتي دار مع خات بنيت 10 خصك تعاود الى بيت بني 100 بحال المنهاج السيدي بزاف خصك تعاود بيت بني على المنهاج ديال واحد المتوكل ولا الاخوان المسلمين سير بني اللي عجبك سير كان بني سير بني بيت بني عليك انت وتقول سابي الله سابي ودعي الله وتجيبوا لنا الله واخا يجيبوا لي 100 العبادي حدايا حطوهم ما كاينش لا سته هناك انت من المحرومين سير تحمل المسؤوليه في مخالفتك لامري زي بسلام بما وانت تعرفه وما ظنك تتماشى هذا عنده من الله انت كتمتيها وحاربتي وخليتهم دوزوها بدون قصر وبدون غيب انت تتبعوا احنا اللي بغيناك بين لك الخير وانت الان متبع سبيل من يدعو الى الشيطان سبيل الشيطان بكل وضوح لان من لا شيخ الشيطان شيخه سبيل الدين غامض وسبب الشيطان متعدد انت غامض عليك لان من علامه انك ما كاينش هناك ما عندكش البصيره والناس يسلم كلامه ممنوع وانت ساكت لما ديالو طريق وهي طريق السياسه منهاج نبت اتباع سبيل متى تبع عبد الواحد المتوكل وهذا 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 كل مره كيدير لك شويه سير كل اللي عجبك على بصيره انا متبع السي اسلام هو اللي على بصيره ومن اتبع سيدي اسلام هو اللي على بصيره ونحن هم ولا على بصيره نحن نتبع سيدي اسلام وانت محارب سيدي اسلام صافي صافي انت متبع برشي وهذا وصمد رضا وداك الشيء معاهم وما تكذبش علينا ما نكذبوش انت كتكذب هذه القوله ديال البارح كاذب ولا عارف كاذب هذا كتدير كتهضر بفمك وكتبع عمليا انت كتنافق هذه نفاق هذا كيتسمى نفاق السي عبادي اسمع ليا اتباع اسمع ليا انت تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتفعله المنكر هو تتبع تدير المعروف وكتلفنا انت المعروف هو السي عبد السلام وهي شرط نسمع نعرفك انا بانك متبع هذا المنكر هو عبد الواحد متوكل هادشي اللي دار صافي بسيطه ما داروش غايب اللي قالوا كتقولها انت ودي بحال البغاء اللي قالوها اللي كتعاودها غير كيستغلوا الفرصه ديالك انت ملي كتعاودها كتعرف تعاودها لان انت باقي عندك واحد اللعيبه شويه ولكن نستاهونا مينا قلنا واخا تكون عارف بالله ما عندك السند ولكن قاصر على المشيخاتي والا كان يعطيك السي عبد السلام وقالها لك في الرباط ديال انت قاصر على المشيخاتي كيلعبوا بك واخا يكون راه قلنا انا ونعاودوها 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 هذا الذي لا يعرف ولا يعرف ان يعرف كثير من الناس كيف يمسلون انت شيخ تبرك جلست على السجاده بدا في السي عبد السلام وعندك عندك كشف عندك كرامات غادي يكون هذا ولكن هذا الشيء ليس شيء قال لك في نفسي يقصر على المشيخات الربويه انت المشيخ خطر بعد سيدنا الاسلام خايف لا تليق انت هو لعبو بسيادك لعبو بنو اميه بسيادك سيدنا عثمان بن عفان دور لقيتي غنت دابا لعب بك عبد الواحد المتوكل وغيره صاحب الحس كذا اخرى وانا واحد الكلمه ياك في الامام سلوك الامام سيدي احمد السراندي والصحبه هي الباب وهي المفتاح واجعل استمداد الباب على بواسطه شيخك المرشد واش دابا كدير استمداد من بابهم وتضحك علينا دابا انت قال لك و
وعقل الكلام في حدث وانظر الى بنظر التعظيم الواقع نظر الصغير والاحتقار وكلام قال لك ودينا نحتاج ان نرد دابا دابا حنا اللي كنقولوا دابا كتكفرونا وديرنا البصيره هذه البصيره هذه انت محماتك البصيره واش باقي دابا البصيره القلب بعدا واش باقي عندك شي بصيره غادي ولا كتهضر ان باقيه باقيه في عند استدراج حول القدس لا وزن عند لي وزن خلقي صدقوا كذابوا او صدقوا جاءوا او غاروا تحت الارض بهذا الصدق الخالص يقول الامام نعم والله يذكر من قربت من عز فهو قريب من بعدت فهو بعيد ايها البعيد عن الممقوت من الشريط بعيد انت كيف عليك الشريط ما خالص حبك لله عز وجل ارشد ابنك لو علمنا فيك سيدا ما كان هذا من كسل وكان لنا فيك مقصد يشهد بحسن استزادك وخالص حبك لله عز وجل اهلي اجتد ابناك ان وحاسبناك ان شئت ولا لكن حق يقال حظك منك وعدم استزادك قطعك تعالوا جيت سيد قنطج مرشد الاضطرار الا عطاء من عبد من عندي ونداء من حضرتي تعالى الى عبد المحبوب هادشي راه كاين قرينا البارح الاضطرار هادو الاضطرار هادو مضطرين اجوا كيضحكوا علينا حتى هما راه مضطرين باش 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 يكونوا باش باش يخدموهم الناس يكثر الخدمه مولي رجلك يكثر الخدمه ودير تخلص عليه وجايب لك كاع هو الغيب باش تخلص عليه قال لك كل شيء جايب لك على نهار ديال الوطن اسمع اسمع هذه قلت وهنا يسيل الامام نقطة الادب القلبي مع المرشد على اعتمادها هو اتبع سبيل الادب القلبي للسالك ان يعتقد سعادته في قبول شيخه وشقاوته في رد نعوذ بالله على قلت الله كورس نعوذ بالله سبحان الله قلت الله كورس وهنا من ذلك وقد جعل حق سبحان رضاه تحت حجب رضا المرشد اي سبيل وانت رضاك داير تحت رضا القياده وتضحك علينا حنايا انت جالس تحت منهم كتجر كيجروا بك وتضحك علينا تلتي سبع قول هذا الكلام شي واحد اخر في واحد الوقت اخر ما بعد 10 سنين ما بقى جابه قلت وهنا يسأل الامام الى نقطه الادب القلب وانا غادي نقفل مع المرشد عليها الاعتماد سيدي عبد السلام ويتخذها المريد سعيد دستور الصحبه معه اللي ما واخدينش هما دابا مالعي دستور الصحبه دابا اتباع رواد هذه يا سبيل ماشي هذاك سبيل كان انت من سبيل انت تضحك على راسك وهي نقطه خطيره علاش علاش نقطه خطيره علاش ان القياده الطالب يدي شهر من اصحاب العمائم والسبحات بحال عبادي ومعاه ان قياده هادشي اللي بغا هو والاتباع بطاله وعيط على مولي رقاق بطاله وعيط على ما كاينش سبيل هذه ما ليس على بصيرتك هذه هي اللي وقع عليهم دابا ان لم يكن لدى الطالب هذا الاضطرار الضامن الاضطرار ماشي دابا انت غير كيقول لك اللي قال لي قالوا لك تاكل الضامن الى قرب ربه عز وجل ماشي قرب العبادي ولا قرب علان ولا قرب فلان ولا قرب وانت دابا السي عبد السلام مناعيم عمليا العبادي مخالف دابا 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 سرق الارض شي واحد يسرق دابا راه باين الارض الولاده اجيك سي بسمي قال لهم ودي لك انت تعطوا الورد ان الله يامرك ان تؤدي الامانات الى اهلها خصك تعطي الامانه هذه الجماعه للراجل القلوب ديال المؤمنين للراجل انت لا انت دابا الناس يسرق انت شفار سي عبادي انت سارق انت دابا سارق وخاطر جايبين لك دابا كي كتشهد شهاده الزور انت دابا شهاده الزور كي كتسترزقوا بك انت دابا بين يديروك مرتزق لان انت عارفين انك عندك انت القوه ديال ديك القوه باش كتهضر باقي كتجر باقي عندك ديك ديال الشيخ تبروك عندك الكشف الكرم دابا انت مرتزق يرتزقون بك هذاك مرتزق تدعوك تكذب كتدعي ليهم انت باراده ماشي ارادتك وكتضرب في السي عبد السلام دابا انت كنعرفوك ارادتك عزيز السي عبد السلام وكتعرف الصحبه وكتعرف الولاده جديده ومشاء الاخرى وكتعرف الاسلام دين وايمان ماشي سوسيولوجيا التدين ودابا جايبين لك كيضحكوا علينا حنا دابا بك انت وجالس هذاك حداك خير داك كينعلم داك 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 بويبري اللي الله طلعه تما ديال عالمه بويبري ديال عالم عالمه بويبري عالمه على الدائره السياسيه الشيع واللي قال السي عبد السلام الشيع تاكلوا ديال بني اميه بويبري رمز لبني اميه اللي رمز لمعاويه الدهاء والحين وجيبك انت كطبل لينا تما وجيبين هما كيخدموا عمليا مروان كيدير داك ويلعبونا فوق المنبر ديال السي عبد السلام وانت كضحك جايبين انت دابا كيديروا بك انت كيسينيو بك انت كيسين بك سينا بمروان كيفاش يتقتلوا بيتقتلنا انت دابا انا سينا بك مروان كتقتلنا حي الاتساع ما تجيش قدامنا بيننا وبينهم حيد ولا انت غادي نجمعوك معاهم حتى انت باش تجيك من الاخر دابا طلعنا شويه كنا اكثر وضوح ان القياده لم يكن السبح واخا دير السبح لم يكن هذا الطيب الذي جعل الرب الوهاب سبحانه مقدمه على طريق من يريد ان يقربه الي ثم يولى لقاء الصادقين الصادقين هذا كذاب سي عبادي انه لو كان صادقا ينزل شهر صافي لو كان صادق في اتباع السي عبد السلام لا ما يقول ودي لنا نديروا القصر او الغيب لا لا يقول فتح الله لا ولكن هو اتبع سبيله فتح الله ويقول لنا اتبعوا هذا سبيل هذا الخويه ديالك دابا انت
انت متبع سبيل ومتفهمني انا بحالك، انا مكبوب على القفه. سير الاتساع، سير الاتساع على بادي وامن معاك. كنت محترم كبير يا حمد صبري الغيث، عارف الا باش نتفاهموا ما اشك فيها، ولكن قاصر مش نجيك منه. سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين، هي بنقول ماشي صحابي، ومن المؤمن ما عشت سيدنا الحسين، سيدنا الزبير، سيدنا عبد الله بن عمرو راس هي، ولكن قوم ما ليش عود ما امانته ما رجت هذوك. انت غادي عندهم، كن حي سبيتك على عباد، انت ورخص تكون حي سبيتك، رجع للتسع ودعوا عامتهم هذو العام انهم خالفوا سيدي عبد السلام. صافي، وكنا باش نختموا. قال رحمه الله لقاء الصادق قد نسير بامار الى ما سبق له من الغب. قال رحمه الله في ضد احد مختلف المحور، ما لم يجد المولد نفسه فاني في رضا المشي نصيبا من المرضات سبحانه وتعالى. قف عند كلمه فاني. قال وآفة المريد في آذية شيخه، وكل زلة يمكن تداركها إلا زلة آذية المرشد. العبادي كيقول لك يمكن تدارك زلة سيدي عبد السلام، آذية سيدي عبد السلام يمكن تداركها، كيقول العبادي. إذا هو أصبح أكبر الطباء دابا، تجيد عنده اخترع شي دواء جديد، هو دابا مورا سيدي عبد السلام، دابا ولا أكبر ولا عنده دواء جديد، ممكن قال إلا زلة آذية المرشد، فإنه لا يمكن تداركها بشيء من الأشياء. وآذية المرشد أصل شقاوة المريد وعرقها، عياذا بالله من ذلك، والخلل الطارئ في المعتقدات. هي هذه على سبيل المعتقد الإسلامي، والفتور الواقع في إتيان الأحكام الشرعية من نتائج تلك الأذية وثمراتها. صافي، هذا هو اتباع سبيل يهدي، اتبع سبيل من البصيرة على البصيرة، البصيرة يهدي. هو الزلة ما يمكنش تداركها، الزلة اللي درتي لا يمكن تداركها. قلب عليها سير، دبر راسك، قلب انت دابا باش تكفر عليها، هو تقول ودي درت زلة، وتقولها بالعلاني، وتقول الإخوان اسمحوا لي وراه شيخ، ويقول واش مشيتي بعدا عند شي شيخ كتقلب على الشيخ ولا لا، انت في الزاويه البوتشيشيه، قول انا باش يتاكد لي هذا الخبر دابا ولا لا تنفيه. احلف راه غادي نحلف فوق شي نهار. من نتائجك اديتي وتمرد، وماذا اقول عن احوال المواجد المتعلقه بالباطل؟ احوال المواجد المتعلقه بالباطل، الا بقات شي احوال عندكم مواجد، فان بقي اثر من الاحوال مع وجود اديه الشيخ، اديه راه باقيينها باقيه، شهر سيدي عبد السلام منه ديالك نهضروا على سيدي عبد السلام، فإن ذا يجب إن بغي أن يعد من الاستدراج. لا أنت كتعد ما الذي يجر أخيرا إلى الخراب. استدراج تستدرجنا دابا تزرنا الخراب، والله لا مشينا معاه، ولا ينتج غير شيء غير الضرر. هذا الكلام ديالك راه ينتج غير الضرر، كلامك ديال البارح يرد هذاك على ما أنت كتب وليتي كتكلم الخطير عليك. هذا تعريفه دابا الحق ولا تتبعه، وتعريفه الباطل وتدعو إليه. أنت دابا أصبحت مفتاحا للشر مغلاقا للخير. انت دابا سي عبادي ونحن مفاتيح للخير مغلق للشر. الشر هو هذا المعنى ديال الكلام سي عبد السلام، الخير هو تنزل داك الشيء سي عبد السلام. بسيطه، انت مانع هذا الشيء، هذا معنى الشر. انت اللي نشروه، اللي نشر داك الشيء سي عبد السلام كيجريو عليه. واش الضحك هنا دابا انت؟ هذه سبيلك انت، سبيل عبد الصمد الرضا وسبيل فلان، سبيل الضحك هنا. حنا دابا كنفضحوا هذاك الشيء اللي غادي نبيك فيه، وهذه سبقوك راه سيدنا عثمان بن عفان وقال هذا الشيء. لا ما تبقى تقرا لنا شي حاجه اخرى. ولا ينتج شيئا غير الضرر، والسلام على من اتبع الهدى. والهدى هو ديال سيدنا الاسلام، وانت ضلال، وهذا مجلس ضلال، وكان مجلس كما كان، معاوية محترم لحرمه الصحبه لا غير، محترم بغى واعتدى من بعد وقاتل سيدنا حجر. شي اللي قايد دابا دابا الهدى هو هذاك، سماه وسلم ملكا عاضل فاسموه خلافه باش 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 يقولوا هما على بصيره. سماهم سي عبد السلام حير من الصارينيه، وسماهم قياده سيدي تسميهم انت صحباته هادو صباح السبق، ودا تخربق على بصيره وعلى واتباعهم. هذا كذبت وكذب معاويه، كذبت السي العبادي، وكذب عبد الكريم العالمي، وكذب من معك، لانه الصدق هو ديال سي عبد السلام وعلامته ونزل وصيه. صافي، بسيطه الامور، ما فيهاش شي كلام اخر. وحنا ما كنلوش الكلام، ما كنبداوش نلعبونا. بدلتي الحديد غطي حطه، جيب لابوراتوار يقلب، ما تكذب عينه وتربدل، غادي نردموك معاها. والله لا خلينا كلنا نترجموا حنا وياكم معاه. صافي، قلت ان الصحبه لكامل اولياء المرشدين شرط مفروغ من اهميه الحمل. وان شئت قلت باختصار، الطريق هي الشيخ الواصل مسلحه بالسند المتصل. الطريق هي هذه السبيل، هي اتباع من نستطيع ان نتصل خليفه دابا. صافي، اما المتفرج من خارج البيت الذي لم يشم من الاضطرار الى الله، هذوك اللي جايبين دابا، دوك اللي كيقزوا علينا انا، ماشي سي العبادي. ولا له صبر لتعقب وصايا اهل الله بالصحبه. والصحبه هي الباب المفتاح، كاع ما هضرت عليها البارح. فهو يرفض مبدا الصحبه قبل كل نقاش، ويسخر من السند الروحي، ويكذب لولاده الروحيه، ويرى كل هذا وراء مبالغه وخبطا وغول في الدين. صافي، وغول في الدين. صافي، هذا الشيء اللي كاين، كيطول الكتاب وطول الكلام. والسلام على من اتبع الهدى. اللهم صل وسلم على النبي وازواجه وعلى ولادات بيتك من صالح سيدنا الملك عبد المجيد.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كم سوره من سفر في الاخره دم الان سبحان ربك بما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزي بخير واحد الاخ ذكرني واحد ذكرى عجيبه جدا نسيت انا سبحان الله. العربي ديال ابو الكتاب ديال العربي ابو حازم في الحاجه ديال صحبه الرجل دار عليه حمله مضاده. دابا كيهضروا على الكتاب ديال علي تيزن سوسيال الدين. واش نتوما مجرمين؟ نتوما مجرمين بامتياز. واش نتوما صاحبي 400 كتاب شرف هذاك المجرم ديال شرف اجرام صاحبي حابسو فرنسا صاحبي سوي السي محمد العلوي بامر منه ما لا يوزع ماشي 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 غير ماشي وحجزوه حجزوه ماشي غير منعوه حجزوه ماشي ردوا السيد كتاب حجزوه. والكتاب ديال العربي كيفاش الحجزوا المنعوا وزيني دابا عبد الصمد كيقول لها شي دابا سبحان الله العظيم هاد شوف سبحان الله الحيرمان وهاد الستالينيه ولكن الله تعالى نازل عليهم الناس الله عز وجل كي هادشي يديروا في الكلام سيدي عبد السلام. والكتاب ديالو ديال العربي ابو حازم كيتكلم على الكلام سيدي عبد السلام على الوصيه الشريط وبالان كل اخ يتحدث عن الوصيه الشريط عن الشريط الا ويمنع ويسب هذاك علي تيزن دا سوسيولوجيا دابا المنع سوسيولوجيا التدين عندكم انت شنو هي كل من يتحدث عن الجعواني سيدنا علي فهاد سيدنا علي كنقول لك الحق دابا على الشريط انا بالنسبه لسيدنا علي هو الشريط يتحدث عن الشريط فما آله السب والشتم ودري ماشي هكا وقول لي لا وقول الحيرمان وقول لي انا قلت لك دابا السيد كان منهم دابا والله ما كليت عنده ولا نجلس قلت ناكل عندك الا صيفتي سيادك الشريط غبيلو ديك المره قالت كنقول صيفتي تردد كيبي صيفت ويدي كيخلعوا الصالي كيخلعوا في صيفت ولا قالت صيفت هادشي هو هادي دابا هي الموقف اللي جاي انا جلس معاه ونقول لهم ها هو فلان معايا صيفت لسيدك فلان ما باش يصيفط هذا فلان ما باش يصيفط صافي دابا الوصيه كلام سيدي عبد السلام اشنو فيها الا ما صيفطتيش اشنو فيها الا صيفطتيه راه ليك انت ماشي لي انا اشنو فيها الا صيفطتيه لا وانا غادي نصيفط هذيك الهضره كلها خويا باش تحيد منك الخوف والهلع بانك واحد الفانده كتاكلها باش تولي راجل مزيان وتولي عندك قوه. اما انت دابا راك مسكين تابع عليهم راك كتعبدهم انت دابا عبد عندهم بكليتك في هذا القدر كفايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعدت نشر داك واحد المقطع من هذاك الكتاب ديال الخرافه اللي يدير هذاك المنير الركراكي اللي كيضحكوا هنا وشوفوا داك الشيء اللي كاتب فيه يعني المنام والرؤيا ونقسم الفندق وفخت فرحان مسروران باش نبين لكم هادو اللي كيتكلم دابا دخينا اللي كيتكلم على هذاك هشام ما عرفت سميتو هو اللي كيرد على السي محمد الازرق وكيتكلم عليه كيرد على سيدو بعدا كيفاش هما دابا يدخلوا الى شيخ قالوا ان يدخلوا الى شيخ قالوا ان معكم يدخلوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيء قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويدوم في طغيانهم يعمهم. شوفوا دابا هاد خينا هاد الشاعر هاد الركراكي هاد منير دابا كاتب أو كاتلقى سبحان الله العظيم علاش عاود إعادة نشر هذا هو الهدف ديال هاد وباش نبينوا هاد الشيء كيضحكوا علينا هادو بغونا يردونا حنا دوك بحال زنازن بردوك الزنزور خصك ما تتكلمش. سي عبد السلام علمنا رجال وكلمنا وعجانا جزاه الله خيرا باش نكونوا فايقين عارفين الوقت فين غاديه ويجوا هادي يبداو يهضروا. دابا كنت مع واحد السيد واحد فهاد الفيرما راه ما غاديش نجبر سميتو فاذا بي قلت ليه غادي تصيفط الشريط لسيدك برا شرف ولا شي حاجه وانا ناكل معاك. قلت لي غادي تصيفط وانا ناكل معاك. قال لي قلت له والله لا درتها في امي صيفط الشريط كلام سيدي عبد السلام صيفطو في الواتساب وانا جالس معاك. قلت له والله لا دزت ليك الماء ديالك ما دخلو في امي في بيتي لا وبشويه وعندك وكيف قلت له ودي السي عبد السلام الشريط ديالو اشنو فيها الا نشرتيه. لا قلت له اشنو فيها الا نشرتيه لا هادشي كيدوز بشويه بشويه. قلت له شوف انا والله لا كليت عندك ولا بقيت عندك انا دابا راجع من هاد الجامعه ما غاديش نقول سميتو ولا رجل ولكن دابا كاين واحد الحيرمان داخل في مستالينيه ولاو حنا السي عبد السلام وما هدرك من السي عبد السلام رحم الله بذلك الكلام ديالو غادي يبقى غير عن بعد. وتعظيمه كلام سيدي عبد السلام تعظيم ديالو والتعظيم ديالو هو تنزل الكلام ديالو بارشي والعبادي وغيرك انت ما كنعرفك لا انت لا غيرك نزلو بهاد الناس باش واقفين بكم انتوما بهاد قلتي انت مرتزق قلتي انت مرتزق سكوتك ارتزاق مخليهم كينقصوا عليا ودي عليا انا توسدك نقطعك انت والله العظيم يا اخوان. دابا انا راجع
من واحد من سيد العايدي ويعرفه. ما قلت لي يومي لا والله كليت معك ولا دقت عندك ولا كليت لك ولا شربت عندك الماء، الله يعاوننا ويعاونك. هذا فراق بيني صيفت السيع، قلت لي صيفت الشريط لسيد كبار شي او سيدك الشرف ديال فرنسا والشهاده، قال لي ما عنديش الفرنسا. قلت لي صيفته وانا معك، صيفته ناكل. ما صيفته والله لا كليت والله لا جلست، ولكن الحمد لله شي ساعه ونص وانا كنهضر انا دوز داكشي بلغت بلغت لان ما كاين راه كاين اراب، بلغت وما عندي الحمد لله رب العالمين. وقريت عليهم هذا النص ديال 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 هذا المنير الكراكي. قال لي ودابا يا اختي، قلت لي ودابا انت يا اختي انا مالك؟ قلت لي وانا مالك شيطان حنايا. اشكال اصاحبي كاين اشكالات، وهادو هادو دابا علاش وهذا هو حين يرتفع مستوى الفهم ان شاء الله، ولكن الحمد لله تعالى دابا راه غادي يفهمها، لان مسكين صفارو وبقاو القاضي عنده مرتو وجد شي فطور بعدا باتي ونمر في الغدا وداك الشيء. عرفتي كيفاش دابا؟ وانا والله ما دقت، انا ماشي انا ماشي جايبنا هذا الشيء، والله ما كليت عنده ولا حرف ولا شرب وشغف هذا الماء. علاش؟ وراجل راجل راجل غادي نرجع عنده ان شاء الله، ماشي دابا دابا رجع، لان دابا المرحله ديال الوضوح. قلت لي والله نزل شريط صيفته انا معاه، ما تصيفطوش لست هناك وانا لست هنا. صافي كلام الكلام كلام واحد، كلام سيدي عبد السلام هذا، باش الاجيال اللي جايه تعرف تتعامل مع كلام سيدي عبد السلام. ماشي بدا يقطع عليا في هذا جاي يلاه يلاه تزاد دابا في خروقه وقال لك حتى هو بيصفي هذاك 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 الشافيق ولا عقره دابا حنا بالرشيد ديالو اللي كاين كيف انا. قال حتى هو قال لك انا اعرفه الصنم، خديت جحور بديت تصنف الاتساع تلاع الاتساع هاي الاتساع. الصحبة هي الباب وهي المفتاح، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يلا دابا لقيت هذه الكلمة ديال عبد الصمد رضا في هذه المداخلة القصيرة إن شاء الله المباركة، راه معنا الله عز وجل. شوف اش كاتب هذا المجرم ديال عبد الصمد رضا تعليقا على منع الكتاب ديال هذاك سوسيولوجية الدين. لا شوف باش تعرفوا الله تعالى كيفاش كيفضحهم. جارية تصلي ربعة الركعات من سداجة الصحابة كانوا يقولوا لنا أنا الخيانة تسوي للعباد. اش كتب؟ منعوا كتاب اللي يحجب فكرا، ومنعوا هذه الوصية هذه يا المسخوط اللي منعها انت يا المجرم يا اللي طلعوك دابا ربيب وكيمنع حتى الغيب دابا. يونس موري جرى عليه، جرى على يونس موري دا صاحبي انني كيجا الغيب مازال ما لقيتش معاه صاحبي. الرجل مضطر، منعوا كتاب اللي يحجب فكرا. واسمعوا دابا هاد وظلم باحث لا يلغي ابداع. هاد الباحثين دابا الظلم باحثين دابا كنهضروا على كلمه السيف. شوف الكلمه اقوى والفكرة أعمق، الكلمة سيدي عبد السلام أقوى والفكرة أعمق. الحرمان والصالين يا المسخوط اللي ضربك أنت يا وكل التضامن مع الدكتور عدي سيدي، وكل التضامن مع الشريط الكلمة ديال سيدي عبد السلام مع هذاك الإخوان السي يوسف يوسف مريد اللي أنت المسخوط أنت اللي جريتي عليه بأمر منك يا عدو الله. دابا كنهضر معك بوضوح دابا، وجايب لنا دابا جايب لنا مرتزقة ما عرفت منين كتجيبوا من الشمال والجنوب. مشيت لأوروبا كتقول لهم ما علاقة الجعواني بقال لي سي جمال اسمي ذاك الزمن المنشد جمال سي جمال المنشد سميتو العثماني. ها هو راه قلت لكم البارح قلت جبدتو جمال سي جمال العثماني هو اللي قال عليه. قال لهم شاه هذاك المسخوش جاتني شحال هذه مساكنه مخبين جيتي كتقلب مع علاقاتك انت كتقلب عليا الله تعالى غادي يفضحكم. دابا عاد كتكتب انت وكل التضامن مع الدكتور علي تيزي انت المجرم. عرفت شحال وانا كنسافر هناك موج اجرام. علاش؟ حرمان وستالينيه سي عبد سماكم ستالينيه هي هذه باختصار. دابا شوفوا قراوا دابا التدوينات ديال سبحان الله بحال هذاك الوالد حين حل كتاب الله تعالى. الوالد عطيتك سكن الملك العاد سمى راسه سلام الملك العاد كيسموه لنا خلافه امويه. قال لي قال لي وخاب كل جبار عنيد. قال لي تعيروني ياك جبنا عند السي عبد السلام ويزيد وزياد هادو اللي لعبوا بالامه هادو اللي شتتوا الامه هادو اللي ضحكوا كانوا معاهم الصحابه. سيدنا عبد الله بن عمر في اخر حياته قال يا ليتني قاتلت الفعل باغي يا ليتني غيرت هذا الزمان. تقول يا ليتني خرجت الوصيه الشريط يا ليتني قاتلت هذا الفعل باغي على سي عبد السلام. يكون ما كانش الشريط الجعواني هادشي اللي كيدير ماشي هو. نجيك من الاخر لو كان ما كانش كلام سي عبد السلام انا غادي من حقك تشك من حقك من حقك توقف واحد الوقفه لان خاطر الامر صعب. كيفاش ان السي العبادي راه الصحابه علاش قال لك من سادات الصحابه ما كانوا يظنون ان الخيانه ستصل الى اللاعب يدير الخيانه الخيانه ما كانوش كيظنوا الخيانه ستصل اللاعب يدير صاحبي. راه انتم ما عرفتوش الخيانه ديال هذه القياده اللي قال لك السي عبد السلام مشكل وقال لك منه خيانه 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 خيانه. وانا دابا الراجل كيقول لي يا ودي راه عاودوا رجعوا راك عارف دابا في الباديه ما كيكونوش هكا غادي تولي ديروا انتم كتمشي وترجع ويضحك عليك عبد الصمد رضا وتلقى راسك ما رجعتي والو وداك القبر ومشيتي متي كدير ليها تقول لي رجع تقول لي رجع وانت مانع ما تقدرش تصيفط. مازال هذا الراجل هذا كان كيصيفط في الفيسبوك ديالو والواتساب ديالو كان كيصيفط الشريط كاين ولا لا كان كيصيفطو. هذا الراجل كان كيصيفطو لان عنده الحريه وكنعرفو. هاريك دابا هاد المرتزقه هاد هادي هشام او ديال هذاك موريتاش شحال كنسمع او ديال فلان او ديال علان او ديال هذاك امري اللي في الميريكان ما عمرو دار وصيه شريط.
علاش محاباة لسيادو هذاك عبد هذاك عبد الحميد قابوش المجرم اللي شحال شربو السي عبد السلام ومزوج بنته وهذاك ياسين الحيولي مزوج بنته ما عمرو دار الكلام ديال السي عبد السلام علاش ما خليني ملي كان السي عبد السلام فيك دابا دابا انت ما عمرك درتيها صاحبي ما عمرك درتي في في سمر نبوي لا واه سمر سمر شيطاني هذاك ماشي سمر نبوي كنقولها بكل وضوح وهذا سكت بسوسيولوجيا وكينشر دابا كيبيع ويشري على تيزن على دار الجامعه دابا بيدير الاشهار سيرينا وعامل اللي قلم لي جا كيشري من عنده سوسيولوجيا الدين لا حول عمرك سمعتي سوسيولوجيا الدين هذا المصطلح هذا ماشي بدعه هذه ماشي سوسيولوجيا الدين اسلام وايمان وحسن هاي علي هاي تيزن تعال اللي كنت قلت ليه نمشي عندك ونتذكروا مع الاخوان قال لي لا ما تجيش ممنوع عليك تجي قال لي علاش لانه سادي الجامعه لان 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 كيستافدوا منا كيستافدوا منا وسياتيكم هذا تعرفوا حين حين ستنشروا بعد بعد الحقائق غادي تفاجئوا انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء لانه حنا نبلغ عن الله والله تعالى كافر بهم والله سيكفينا الله مخرج ما كانوا يكتمون الله وحنا الحمد لله دابا في هذا السيد العايدي ياك وكنشوفوا الناس هنايا والحمد لله فوق ارض الله وتحت سماء الله تعالى ونبلغوا هذا الشيء كيمشي في الافاق حنا كنا كنتكلموا باش يبقى هذا الشيء حجه لنا وما حجه عليهم اللي هلك من هلك عن بين وحيا من حيا بين دابا صار الكلام زيد عبد السلام ممنوع دابا غادي العشر سنوات من 2005 3000 كي قال السي الاستاذ شفيق لله تعالى شوف الخير كاع هذاك الوصيه شريت لقات الخير في السي شفيق لقات الخير كلام السي عبد السلام لقى الخير في شي وحدين خارج هاد النسق هذا يعود بالله هاد الحير ما اللي ضرب هاد المسخت ما بقاوش كيعترفوا به لان علاش ان كل واحد يتصل ويقول انا لا انا لا هو زعما كل شيء صعب السي عبد السلام كل شيء دابا راه دابا هادو الناس جات مقسم الجو بحال بحال اليهود خات يهود يهود والله ما خاتم هما شعب الله المختار هادو دابا هما الشعب هادو هما صافي اللي كانوا مع السي عبد السلام انت الا ما دزتي من عندهم وما سكنتي لهم وما خدمتيهم انت مشاتك الجنه وما غاديش تدخل الجنه والا ما مشاتي جهنم ومشات لك الدنيا ومشى لك الاخره هذا هو المصيبه الكحله اللي ترسخت في هذا التنظيم دابا هذا التنظيم اللي خطير جدا وهذه هي علامه الحرمان والصالين نجعان اللي نجعان معصيه السي عبد السلام عقل عليها المعصيه ما من جهد لان كل زله يمكن تدارك الا زله اديه المرشد لا يمكن تدارك باي حال من الاحوال لا يمكن هذه قريناها شحال من مره عند الامام الغزالي وخصك تكون عندك يقين بان لا يمكن كل زله اللي عنده مشكل في داره مع اولاده مع خوته مع هذا موقفه لانه مشكل كتحابي هذه القياده الستالينيه المحرومه المجلس الضال والمضل اللي كان مجلس رئاسه في حياته كتحابيه عقل عليها كتحابيه وما كتخدمش وانت دابا عندك يقين بان الوصيه ديال السلام اللي هي شريط الكتابه ممنوع 32 دقيقه اللي قال لك السلام كلام كبير وعميق غادي نقولوه اليوم وغدا لا حل لا حل بدل الحديد في الدار الاساس راه غادي طيح غادي طيح الا نكذبوا على الناس نقولوا لا راه مازال ما كطيحش وتطبني فيها تبقى 100 اللي قال لي قال لك السي عبد السلام وشوف اش غادي طيح اما دابا وتبع بارشي دابا قبل ما يبقى تضيع وقتك وعمرك وفلوسك وتشري بارتمون هي طايحه قول لهم يجيبوا بعدا واحد داك لابوراتوار دو كونترول باش يشوفوا هي الحديد اللي قال السي عبد السلام واش هو هذاك قال لك اودي دير الغيب عبد الفتح الله ما نديرش ممنوع قصروا امام ممنوع والنص واضح فيه رؤاكم ما توطد رؤاكم جاتكم على امين معنا اشاره الى توطد قلوبكم والصبر واش عمرك شتي انت المريدين كيختاروا الشيخ عمرك شتي شي صحبه دابا حنا الصحبه ما معروفاش كتحب انت والصحبه هي ديك هي ديك الكلام النص اللسان فقه هذاك راه القلقات اللسان معرفه الله حب الله دلاله على الله كيقول سلم مدلولات لا 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 مدلوله لا هذه مصطلحات وكلمات لا مدلوله لها مع الغفله عن الله وكيفاش انت نص السي عبد السلام اللي هو عارف في الله صاحبي ما نزلش خطوره وانت والخطوره هو ان علاش ما كتقدرش تخرج ماذا يمنعه ما الذي دفعك والله العظيم كتشوف دوك المرتزقه كيفاش كيقاتلوا مع شي وحدين ما الذي يدفعك ان تقاتل ما الذي يدفعك صاحبي ان تقاتل ضد السي خاطئ قدر الله صاحبي مشكله صاحبي يزيد راه كان بواري سيدنا علي البصري ما الذي يدفعك راه خطير هادي قاينه وقدرك مشكله صاحبي ان هذا خطير وان انك غادي صاحبي كتقاتل دابا السي عبد السلام صاحبي شريط السي عبد السلام واخا ما قاعد تتخرجوا عرفتي علاش لان كاين اشكال عندك في داخلك في هذا القدر كيفاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.